بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. ان شاء الله يوم جديد من البريمو. بنعود مره اخرى بقى للدوري المصري من خلال مباريات اليوم الحقيقه اللي كانت فيه ثلاث لقاءات مهمين الحقيقه في الدوري المصري. احنا دلوقتي بنتكلم في الاسبوع 19، يعني تخيلوا ان احنا الدوري المصري كده ما حسيتش بيه غير في الاسبوع 19، لان امور كتير بتختلف من خلال التوقيتات. يعني في طبعا وقت طويل قضيناه في بطوله الامم الافريقيه، تاجيلات لبعض الفرق او اربع فرق كانوا موجودين في البطولات الافريقيه، الاهلي والزمالك ومودرن وايضا بيراميدز، لكن طبعا المستمر حتى الان هو الاهلي والزمالك سواء في الكونفدراليه او في دوري الابطال. وبالتالي احنا النهارده بنعود بشكل كبير جدا للدوري المصري في الاسبوع 19. مباريات النهارده كانت جميله الحقيقه، بالاخص لو هذكر لقاء الاول زد والجونه وفوز مهم لزد 3-0 الحقيقه. سحق الحقيقه الجونه في الشوط الاول بثلاث اهداف في الدقيقه 8 ثم في الدقيقه 22 ثم في الدقيقه 34. عبد الرحمن البنوبي هو نجم هذا اللقاء من خلال الهدفين اللي احرزهم في الدقيقه 22 و34. ده بالنسبه ل زد الحقيقه اللي بيروح للمركز الثاني برصيد 30 نقطه، حقيقه برضو ده شيء جميل جدا زد بيعمله لاول مشاركه ليه في الدوري الممتاز. ثم كانت في مباراه حقيقه برضو جميله، الداخليه ومودرن فيوتشر، بيتقدم الداخليه بهدف ثم مودرن فيوتشر بيتعادل بالهدف الخاص بمحمد فاروق في الدقيقه 72. ثم مباراه الاتحاد السكندري والاسماعيلي الناديين الشعبيين الحقيقه، واحنا بنتكلم الاتحاد سيد البلد الاسماعيلي برازيل الكره المصريه والجماهيريه الكبيره للناديين الحقيقه، والتعادل الايجابي ايضا 1-1. وان كان طبعا شفت كده من الجهاز الفني لنادي الاسماعيلي رضا عن نتيجه اللقاء، وفي نفس الوقت رضا عن الاداء. الحقيقه برضو الاسماعيلي افضل شويه، يعني اللعيبه ابتدت تلعب بشكل في ارتياحيه شويه. كان دايما بشوف اللعيبه عندهم عصبيه في الاداء، ما بيلعبوش كوره منظمه، لا النهارده بنشوف الاسماعيلي بيوصل مره واثنين وثلاثه. والحقيقه برضو وجود احمد الشيخ بجانب عبد الرحمن مجدي فرق كتير جدا مع نادي الاسماعيلي. مع المباريات الامور ممكن تختلف، لكن حتى الان الاسماعيلي في مشكله كبيره لتواجده في المركز 13 ب 19 نقطه، لكن في الاخر تحسن الحقيقه مركزه، ومع الوقت ممكن الامور تختلف بالنسبه للنادي الاسماعيلي. ما نشوفش نفس اللي حصل في السنين اللي فاتت، لكن نتيجه تعتبر ايجابيه للناديين. الاتحاد بالنتيجه دي برضو بيروح لمنطقه او بيحافظ على المركز الرابع برصيد 29 نقطه، وبالتالي طبعا يعني الامور بالنسبه له برضو ميسره وجميله. نادي الاتحاد يعني من الانديه الكبيره، وان كان طبعا اهدافه دايما البقاء في الدوري والمنافسه على المراكز الاربعه، لكن في الاخر هو دلوقتي مبسوط. وحاج محمد مصرحي تمام التمام، الاسماعيلي بس هو اللي عنده المشكله. هننتظر بقى المباريات القادمه في الدوري الممتاز. ده بالنسبه لي ماتشات النهارده، وهتكلم الحقيقه على الماتشات دي مع كابتننا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معانا في الجزء الثاني من الحلقه، كابتن محمد نور نجم نادي الاتحاد السكندري سابقا، واحد طبعا المدربين الجمال الحقيقه، ايضا كابتن ايمن رجب هيكون ايضا متواجد معانا في الجزء الثاني من الحلقه نجم نادي الاسماعيلي. وهنتكلم طبعا عن المباريات بشكل عام والاهلي والزمالك وفرصهم في المباريات القادمه في دوري الابطال والكونفدراليه الافريقيه. طيب بكره ان شاء الله عندنا ايضا مباريات، عشان ما دام بنتكلم على الدوري الممتاز، في بكره ان شاء الله الساعه 4 سموحه والبلديه ثم فاركو والمصري، بعد كده طبعا هيكون عندنا يوم الاربعاء ايضا مباريات طلائع الجيش وامبي وبيراميدز والبنك الاهلي. ده بالنسبه لمباريات بكره. اعيدها لحضراتكم تاني، بكره سموحه وبلديه المحله الساعه 4 وفاركو والمصري الساعه 7، ويوم الاربعاء طلائع الجيش وامبي الساعه 4 وبيراميدز والبنك الاهلي الساعه 7. دي المباريات الخاصه بالدوري الممتاز الاسبوع 19. احنا بنتكلم بقى في الاسبوع 19، وهنرجع تاني لجدول الدوري. طلعوه يا جماعه قدامنا، لان في فرق طبعا اللي لعب 15 زي بيراميدز اهو، بس صاحب المركز الاول رصيد 32 نقطه. النهارده زد صاحب المركز الثاني لعب 19 نقطه، صاحب عنده 30 نقطه. ام بي 18 مباراه، الاتحاد 18 مباراه، المصري 17 مباراه في المركز الخامس، مودرن فيوتشر في المركز السادس 17 مباراة، الجونة 18 مباراة، وهكذا. هتلاقي الأمور زي ما انتم شايفين كده في جدول الدوري في تباين الحقيقة ما بين لعب المباريات وعدد النقاط. طبعا في ناديين هم الأقل مشاركة حتى الآن في الدوري الممتاز، هو الأهلي
والزمالك. الاهلي لعب 11 لقاء في المركز ال 11 برصيد 21 نقطه، والزمالك في المركز ال 12 لعب 13 لقاء وعنده 21 نقطه ايضا. وبالتالي يعني ده الشكل العام بالنسبه لجدول الدوري. بيتزايل جدول الدوري زي ما انتم شايفين كده، الداخليه برصيد 11 نقطه لعب 18 لقاء حتى الان. طيب شفنا بالامس الحقيقه قرار من مجلس اداره نادي المقاولون العرب بتعيين كابتن معتمد جمال، او النهارده يعني الصبح، وده طبعا كابتن معتمد مش غريب الحقيقه على نادي المقاولين من خلال تواجده في الجهاز الفني مع الكابتن شوقي غريب. وتتذكروا ان كابتن معتمد اعتذر عن تكمله المشوار مع الكابتن شوقي غريب، ثم شفناه بقى مدير فني لنادي الزمالك، وحقيقه ادى اداء رائع مع نادي الزمالك، وقدر ان هو يلملم في توقيت صعب قوي فريق نادي الزمالك. وبالتالي العوده ووجوده في نادي المقاولين كان قرار بناء على ان هم شافوا كابتن معتمد جمال في تواجده في هذه المرحله اللي كان فيها جيد جدا، ويقدر ان هو يقود فريق المقاولين لمنطقه افضل من اللي هو فيه في المركز 17. طبعا 12 نقطه يعني مركز صعب الحقيقه لنادي المقاولين العرب في التوقيت الحالي. طيب قبل ما اروح للاخبار، عندي نقطتين لازم اتكلم فيهم الحقيقه، يعني خاصه بالنادي الاهلي وخاصه بنادي الزمالك. الحديث عن تالق شوبير، مصطفى شوبير، والحقيقه بقى مفيش شك ان شوبير ثقه بالنفس، والامور بالنسبه له بتزداد من مباراه لمباراه، مفيش شك طبعا. واكيد بيبني اسم زي ما والده بنى اسم، هو بيبني اسم من خلال مشاركاته، من خلال تالقه، من خلال تركيزه. هو ده اي لعيب كوره الحقيقه، بيبتدي واحده واحده، بمجرد ان هو بياخد فرصه بيبتدي يتمسك بيها وبيعمل اقصى جهد. ولكن هنا بنقول ان في حال عوده الشناوي ايه اللي هيحصل الحقيقه؟ يعني انا من وجهه نظري ووجهه نظر اي محلل او مدرب حراس مرمى بيدرب الشناوي وشوبير وطبعا زمايله الحقيقه حراس المرمى، هيفكر ازاي؟ في الاخر لازم نقول ان ما ينفعش نقارن مصطفى شوبير في الوقت الحالي بالشناوي. بمعنى ايه؟ بمعنى الراجل ده لعب كام سنه؟ شال النادي الاهلي قد ايه؟ يعني تصدى لحاجات كتير جدا، مر بظروف معينه وظروف صعبه جدا. طبعا شوبير لسه بيبتدي، لسه بيحاول، لسه بيثبت، لسه بيحط رجليه على الارض بمنتهى الحقيقه الرجوله ومنتهى الذكاء ومنتهى حاجات كتير جدا انا بثني عليه، كلنا بنثني على شوبير. لكن في الاخر المقارنه في التوقيت الحالي صعبه، ده ولا ده، ده ولا ده في التوقيت ده مع عوده الشناوي. وخلي بالكم عايز اقول لكم حاجه ومعلومه، الشناوي خلاص هيبتدي تدريبات خلال الايام القادمه جماعيه، والتفكير انه يبقى موجود في حاله ان شاء الله وصول النادي الاهلي لنهائي افريقيا ان هو الحارس الاساسي، وده هيبتدي برضه من بعد مباراه مازيمبي ان شاء الله في حاله الفوز في مباريات في الدوري، وبالتالي بعد كده هيكون المشاركه كلاعب اساسي. طبعا ده الشناوي، ايه اللي هيحصل؟ اعتقد بشكل كبير يعني حتى مصطفى شوبير مش هيبقى عنده اي مشكله، بالعكس مصطفى شوبير وصل لجماهير النادي الاهلي ولجماهير مصر ان انا موجود، ان انا موجود، وبالتالي لما هيحين الوقت ان انا حارس النادي الاهلي الاول وحارس مصر هيكون بلا شك كل الدعم والمسانده من الجماهير عشان هم شافوه بالمستوى اللي انتوا شفتوه. لكن كل حاجه بتوقيتها. انا اعتقد زي ما بقول لكم كده بنسبه كبيره المشاركه الاساسيه في ما بعد عوده بقى الشناوي بشكل طبيعي هيكون لمحمد الشناوي. طيب على الجانب الاخر، هي نادي الزمالك وفي مركز حراسه المرمى ايضا كان في يعني نقطه كنا يعني حابين نتكلم فيها هنا في البريمو، ان عواد لعب وهو مصاب، لعب وهو مصاب، كان عنده الام في الظهر، والحقيقه كان في كده كواليس حصلت وقت التسخين لان هو اتصاب في التسخين، والامور بالنسبه له حس بوجع في الظهر والم شديد جدا. وكان هنا بالنسبه لي العواد الحقيقه كان في هو زعلان من كابتن عبد الواحد السيد، ان كابتن عبد الواحد السيد
يعني ما جاش وسال عليه و و و وامور كتير. وبالعكس كابتن عبد الواحد سيد قال له احنا كنا بنلعب واحنا مصابين، يعني الامور بالنسبه للاعب ومدير الكره كابتن عبد الواحد كان فيها ممكن ايه شويه شد شويه، لان الحقيقه في الوقت المباراه وقت صعب، خصوصا ان كان محمد صبحي كمان ما كانش متواجد في القائمه. وبالتالي يعني دي كانت حاجه زعلت عواد، واخد حقنه بعد ما التسخين خلص ودكتور محمد اسامه اداله الحقنه ولعب المباراه. الحمد لله برضو ان ما يعني ما كانش فيه هجمات ممكن تكون خطره وممكن تخليه الاصابه دي ممكن تبان. في الاخر برضو في نقطه مهمه بالنسبه لعواد، حتى الان هو عنده حاله من الزعل نتيجه ان ما حدش اتكلم معاه في التجديد، خصوصا ان هو ممكن يمشي اخر السنه، وان مجلس الاداره ممكن بيعتمد على ان الكلام هيكون بعد الكونفدراليه، وان الامور الماليه مش موجوده بالقدر الكافي عشان اقدر اجدد للاعبين. ولكن ممكن عواد بيتكلم في نقطه ممكن تكون مهمه، ان الفلوس لو انت بتتكلموا في الفلوس فالفلوس كانت موجوده وقت فتوح، ده اللي ممكن بيستند عليه عواد في فكره التجديد، وان انت تكلمني وان انت تحط مقدمات عقد مثلا ولا حاجه. ده بالنسبه ليه عواد الحقيقه ممكن يكون عنده حاله من الزعل نتيجه الموقف الخاص بمباراه دريمز الغاني وعمليه التجديد بالنسبه له حتى الان، او الحديث عن التجديد. نقطه اخرى الحقيقه ودي معلومه برضو، يعني فكره التشكيل وجوميز وفرض سيطرته على الفريق، هناك بعض الاحاديث عن ان هناك بعض اللاعبين الكبار بيتدخلوا في التشكيل وبيفرضوا كمان نفسهم وجودهم في التشكيل الاساسي. ده حتى الان الحديث عن جوميز في فكره ان هو يحط التشكيل وافضل تشكيله و ان في بعض التدخلات بتحصل من لاعبين كبار في الفريق. اتمنى خصوصا ان النادي الزمالك داخل على ماتش صعب ان دايما الراجل ده يشتغل من دماغه، لو ده حقيقي يعني، لو ده حقيقي هي معلومات بتبقى موجوده، بنحاول نجتهد ان نعرف ايه المشكله وايه الدنيا وليه مثلا الزمالك ظهر بالشكل ده، او في بعض الناس اللي دخلت في التشكيل مفروض ما تبتديش او تلعب. وبالتالي يجب على جوميز فرض السيطرة اكتر على الفريق، خصوصا في الماتش القادم والمباراة القادمة، ثم طبعا الوصول للمباراة النهائية، ودي قصة تانية لسه منتظرين ايه اللي هيحصل في مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان الطرف الاخر على الجانب الاخر، ايه اللي هيحصل في المباراة دي. حتى الان الاتحاد الافريقي برضو لسه ما خدش قرار بخصوص الماتش ده، لكن نتمنى الزمالك ان شاء الله عنده الماتش الجاي يوم الاحد القادم يبقى في افضل حالاته وافضل تشكيله. عوده زيزو اكيد مهمه، ان كان طبعا عمر جابر يعود ايضا، فتوح يعود ايضا، كل اللاعبين اللي ممكن يستفيد منهم نادي الزمالك الحقيقه في الماتش الجاي والقوة الضربه لازم يبقوا موجودين. بلا شك ان الثلاثه دول لو موجودين هيفرقوا كتير مع نادي الزمالك في المباراه القادمه، خصوصا الحقيقه برضو عشان احنا شفنا الفريق الاخر، فريق مش بطال لكن هو بيلعب قدامك هنا زون ديفنس، بيلعب على الهجمه المرتده، هل هناك هيعمل كده؟ اكيد لا، اكيد هيفتح خطوطه. انت عندك بقى لعيبه كويسه بتقدر تمسك كوره، تقدر حتى لو درجه الحراره عاليه يعني حتى لو درجه الحراره عاليه والجماهير موجوده والضغط الجماهيري، برضو الاسم والتاريخ نادي الزمالك نادي كبير، يقدر زي ما النادي الاهلي عمل كده مازيمبي بجماهيره بارضيته الوحشه بجوه برطوبته، لا قدر ان هو يطلع بماتش بشكل ايجابي وكان ممكن يكسب كمان. فنادي الزمالك يقدر ان هو يعمل كده، هدف بس يكون مبكر لنادي الزمالك يعني يبوظ اي تخطيط للفريق الاخر اللي بشوف ان هو حتى الان يعني طبعا يعني فريق عادي، يعني فريق ممكن نادي الزمالك يكسبه بمنتهى السهوله. طيب هناك بعض الاخبار اللي ممكن يعني نقولها لكم في البريم، ولكن خلينا ان ايه مع حضراتكم كده نبتدي باهمها ان شاء الله وبدايه الحلقه.
طيب هبتدي باول خبر مع حضراتكم خاص بيه ايضا النادي الاهلي ومركز حراسه المرمى. حتى الان زنفوري ما شفناهوش يعني وبالتالي مع تالق شوبير وعوده الشناوي ووجود حمزه علاء كحارس ناشئ، فبالتالي عقد زنفوري بيتكلم على ان ممكن النادي الاهلي يفعل بند الشراء، وده مش هيحصل الحقيقه، وبيستقر النادي الاهلي على عدم تفعيل بند الشراء بالنسبه لزنفوري. يعني طبعا هو جه في توقيت ممكن يكون صعب في مركز حراسه المرمى بالنسبه للنادي الاهلي، وهو ان الشناوي اتصاب، لكن الحقيقه قدر الشناوي ان هو يعود سريعا، بيتالق شوبير، فبالتالي المكان ليه هيبقى صعب جدا واللعبه هيبقى بالنسبه له صعب. لكن في امور بتتغير كتير، الله اعلم بكره ممكن يحصل ايه او لنهايه الموسم ايه اللي ممكن يحصل، وبالتالي لكن ده الخبر اللي عندنا الخاص باستقرار النادي الاهلي على عدم تفعيل بند الشراء بالنسبه للزنفوري حارس مرمى النادي الاهلي في التوقيت الحالي. طيب امام عاشور احد اللاعبين الحقيقه المميزين اللي كانوا موجودين في الفتره اللي فاتت بشكل رائع لولا الاصابه الحقيقه، ودي برضو بتبقى دايما حاجه سيئه جدا لاي لاعب بيوصل للتوب فورم فيجي يتصاب. رقم واحد في مصر كان امام عاشور في مركزه، وبالنسبه للنادي الاهلي كان بيستعين او يعني بيعتمد عليه بشكل كبير. فالوقت الحالي اعتقد امام عاشور بيعود خلاص الماتش اللي جاي او اللي بعده، الامور بالنسبه له يعني يبقى متواجد. الدكتور الالماني قال ان لا، امام عاشور يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه وبالتالي يقدر يشارك في المباريات، فقط كولر هو اللي يقول يبتدي امتى ويلعب امتى. هناك عقد جاي لامام عاشور من نادي التعاون السعودي، نادي التعاون تواصل مع الوكيل الخاص بامام عاشور عشان ياخد راي النادي الاهلي في العرض ده. النادي الاهلي طالب مبلغ 7 مليون دولار يكونوا كاش، ما عندوش مشكله النادي الاهلي يكونوا كاش وفوري الحقيقه، يعني كاش على طول كده يبقوا موجودين وبدون اقساط، ده الطلب بالمبلغ وبطريقه الدفع مفيش مشكله عنده. اعتقد ان النادي الاهلي يعني ما بيجي يعني بيطلب شيء معين ويوافق على حاجه معينه بيبقى دارسها بشكل كبير جدا بالنسبه للصفقات وبالنسبه لبيع اللاعبين. طيب خلينا نروح لكابتننا الجميل كابتن احمد كشري والمدير، يعني احنا بنتكلم كده المدير الفني لنادي الداخليه، والتعادل النهارده الايجابي بالنسبه لنادي الداخليه، والحقيقه واحنا بنتكلم في مباراه الدوري مباراه طبعا صعبه، لكن لما تلعب فريق زي مودرن فيوتشر فريق منظم فريق قوي عنده مجموعه من اللاعبين بشكل عالي ايضا، ده بنقول عليه طبعا شيء جيد بالنسبه لفريق الداخليه اللي حتى الان طبعا واحنا بنتكلم في جدول الدوري هو موجود في المركز الاخير في المركز 18، لكن زي ما بقوله كده لسه احنا بدري في حاجات كتير هتتغير في جدول الدوري. كابتن كشري تحياتي ليك. الو ربنا يخليك. ازيك يا كابتن اخبارك ايه؟ حبيبي الحمد لله كابتن، الحمد لله نحمد ربنا دايما بخير يا كابتن. شايف نقطه النهارده ايه يا كابتن طيب بالنسبه للداخليه؟ لا انا خسرت نقطتين النهارده كابتن فاروق، انا الافضل في المباراه. عندي فرص كتيره، انفرادات، كره في العارضه، عندي كورتين في المقص، عندي كورتين لزياد طارق ممكن اجيبهم اجوان. لا فريقي كانت افضل في الملعب، والناس اللي شافوا المباراه احنا كنا الافضل، ولكن بلاعب فرقه كبيره طبعا مفيش كلام. فرقه فيوتشر فرقه عندها لعيبه نجوم بيلعبوا اهلي وزمالك ومنتخب، فانك تعمل اداء كبير على فيوتشر وتوصل لجون وبتكمل الفرص دي، لا يعني كده الحمد لله انا مبسوط من لعيبتي، وان كان يعني التوفيق لو في تركيز شويه لا كنت النهارده على الاقل ثلاثه، لكن الحمد لله الحمد لله برضه بلاعب فريق كبير، فريق عنده اداره محترمه، نادي كبير، فبالتالي يعني بنقول الحمد لله الحمد لله. لكن فريقي من مباراه للثانيه، المباراه اللي فاتت صعبه جدا مع انبي، عاملين مباراه كبيره جدا مع انبي، وانبي متعادل مع الاهلي، والنهارده بتلعب فيوتشر اللي كسبان فاركو 2-0 وكسبان المصري 2، فانت النهارده هو اللي بيتعادل معاك وانت الافضل، وضيعنا بعديها فرص يعني سهله بصراحه، انفرادات تروح 4-1، كره في العارضه، كورتين لزياد طارق بعد ما رقص 2-3 جوه 6 يارده، الحمد لله الحمد لله. طيب المرحله اللي جايه كانت الحقيقه والموقف الحقيقه يعني صعب، احنا بنتكلم احنا عدينا طبعا نص يعني جدول الدوري اهو خلاص، والامور خلاص دخلنا على الجزء الاصعب في الدوري الممتاز. شايفه ازاي وهتتعامل معاه ازاي كابتن كشري الحقيقه؟ والله يا كابتن فاروق في ظل طبعا المركز اللي انتوا فيه، يعني بص يا كابتن فاروق يعني انا يمكن حظي ساعات بيبقى قليل شويه في حته ان الفرقه بتبقى عندها نقط قليله،
فريق عنده كان 9 نقط ماسك الفريق من الدور الاول، صعبه طبعا. فريق بيبقى فاقد ثقه، ما جابش جوان كتيره، عنده اهداف كتيره دخلت فيه، لكن اللي حصل الحمد لله الفتره الاخيره في قناعات بيني وبين اللعيبه الحمد لله اتطبقت على ارض الملعب. فبالتالي بدل في تحسن في الاداء وفي النتيجه وفي المجهود اللي في الملعب، فاذا كل حاجه ان شاء الله باذن الله ربنا كبير وان شاء الله نقدر. الموقف صعب، انا ما خدتش فريق داخليه وهو على الارض، انا واخده تحت الارض لان هو في المركز الاخير، لكن الفريق ان شاء الله باذن الله انا عندي ثقه كبيره طبعا في ربنا ان شاء الله انه هيوفقنا. وفي لعبتي انت بتلعب النهارده مع فرقه فيوتشر، فرقه كبيره جدا، فرقه محترمه، عنده ذخيره من اللعيبه، فانت الافضل في الملعب وشكلك احسن، فاذا يبقى في حاجه بنبني عليها ان شاء الله من ماتش انبي والماتش ده. حتى ماتش البنك الاهلي عملنا مباراه كبيره جدا جدا على البنك الاهلي، ويعني مش عايز اقول خسرنا بضرب الجزاء يعني وهميه ومع ذلك الفار يعني، ولكن احنا من ماتش لماتش الفريق بيعلى وتسلسل كويس، فان شاء الله باذن الله لسه بدري، لسه بدري يا كابتن فاروق، لو بصيت اكيد طبعا. لا احنا بنتكلم 18 مباراتين تكسبهم صحيح يعني لك اربع. طب انا هقول لك حاجه يا كابتن، من ملاحظتي اللي يعني ترتيب الجدول ووجود الداخليه في المركز 18، ان انتوا يعني احرزتوا 6 اهداف من 18 لقاء. أيوة. وحضرتك أيوة. طبعا يعني فيروت كبير يعني، وعارف يعني أيوة. الجزء الهجومي بما انك عايز تنتقل لمرحله بالضبط. ومنطقه مختلفه، يعني لازم يبقى الجزء الهجومي عندك على الاقل وقت ما يجيله فرصه يجيب جول. يعني كابتن كشري بيحاول في المنطقه دي ازاي؟ والله يا كابتن فاروق بشتغل طبعا مع لعيبه التخصص، لان انا اجيب بعد القيد، فلا عندي لعيب اعرف اجيبه ولا اعرف اعمل غير ان انا اطلع من لعيبتي، وده اللي حصل. لو الناس بتحلل واخده بالها من فرقه الداخليه كويس، في 5 لعيبه اول مره يلعبوا في الدوري الممتاز لعبتهم، وهم اللي عملوا لي الفارق الماتشين دول. اللي جاب الجون النهارده اول سنه يلعب مع، من السنه اللي فاتت ما لعبش مع الفريق، جاب لي جون النهارده عالمي، جول حلو فعلا، بيلعب ده اول مره يلعب، اول مره يلعب في الدوري الممتاز الفيرويد. ادهم اللي في نص الملعب، ادهم بقاله سنه ونص ما لعبش ماتش، النهارده بيلعب وعيل ولد صغير لعيب كويس جدا. عندي النهارده العطار بيلعبه لعيب درجه ثانيه، كان بيلعب في الدرجه الثانيه، النهارده بيلعب بيشارك في الدوري الممتاز. فانك تطلع اللعيبه دي ويلعبوا ويبقوا مميزين والناس تخرج تشيد بيهم، لا دي حاجه الحمد لله. يبقى الحمد لله على الاقل احنا بندي اللعيبه حقها، وبفوق لعيبتي، عارف بعمل جوه فريقي، بطلع جوه الفريق، ما عنديش حل ثاني. لكن بشتغل على كور على التخصص طبعا، وانت كنت مهاجم كبير حبيبي كابتن، انت يعني بشتغل عليها مع اللعيبه. والنهارده وصلنا كتير بصراحه، بطلك يعني كره ما تيجي في العارضه في الدقيقه تقريبا 90 في العارضه، يعني جون اكيد وانفرادين، يعني كورتين نجد، لكن هنشتغل على دي وباذن الله اللي جاي. حاجه ثانيه يا كابتن فاروق، انا بلعب النهارده المباراه، الجون الاساسي بتاعي مش موجود، مجدي 3 انذارات، احمد عماد 3 انذارات، ايهاب سمير 3 انذارات الباك ليفت، شريف دابو مصاب. يعني انت بتتكلم، بص فرقه الداخليه من ناقص 4-5 عناصر واساسيين، وتيجي النهارده مع فيوتشر تبقى في الملعب، مش هقول لك بقى اللي احنا الافضل في كل حاجه، حتى لو انت ند معاه فانت الحمد لله يعني احمد ربنا، لا قدمنا مباراه كبيره جدا، وبشكر لعيبتي جدا على المجهود اللي عملوه. من لك التوفيق يا كابتن. خليني بقى يعني انتهز فرصه وجود كابتن كشري احد نجوم النادي الاهلي السابقين، واخد رايك حقيقه في الماتش السابق بالنسبه للنادي الاهلي امام مازيمبي، ورؤيتك للماتش الجاي ان شاء الله، وعبور النادي الاهلي للمباراه النهائيه بامر الله. بص يا كابتن فاروق، النادي الاهلي طبعا التعادل بالنسبه له تعادل ايجابي كويس. احنا خرجنا من ملعب سيء، ملعب صعب، لعيبتنا ما بتعرفش تلعب في الاجواء دي، خاصه ارضيه الملعب بجيل صناعي، لكن المباراه اعتقد وجهه نظري ان مازيمبي هنا هيقدر الاهلي يوصل للمرمى بتاعه اسهل من الماتش هناك، رغم ان هناك اتاحت فرص كتيره صحيح، لكن كان ممكن الاهلي يكسب وكان ممكن يخسر. فبالتالي انت خرجت بنتيجه ايجابيه، فاعتقد هنا خبره لعيبه النادي الاهلي، لعيبه لازم تركز شويه ورا، عندنا مشكله ورا في خط الظهر، في مشكله في الكور الثابته باينه قوي، لازم يشتغل عليها الخواجه شويه. بس لو ركزنا فيها هنقدر نخترق خطوطهم، لان هم عندهم مشكله في خط الظهر، السرعات عندنا اعلى، فان شاء الله الاهلي سهل جدا انه يكسب الماتش الجاي. شوف التشكيله نفسها كابتن، يلعب بنفس التشكيله افضل ولا يعني يبقى في تغييرات؟
والله يا فاروق هو طبعا الراجل معذور، ساعات بيبقى فيه اصابات عنده كتيره. ايوه بس كابتن حتى لو معذور الراجل يا كابتن كشري، يعني انت عندك بيستو بره، عندك الاصابات لو رجعت زي حسين الشحات، كهربا بره، يعني ما شاء الله برضو الاهلي حتى وفي اصابات الله اكبر، يعني اسماء موجوده. ما هو بيرستو لسه راجع من اصابه، وحسين برضو كذلك. انت بتتكلم في لعيبه ما كانت جايبه الفتره اللي فاتت، لكن النادي الاهلي عنده لعيبه طبعا. احنا واثقين في كل لعيبه النادي الاهلي. يعني مروان عطيه هيبقى موجود الماتش الجاي مثلا يا كابتن؟ طيب هيفرق معاه طبعا، دي حاجه كويسه. مروان في الملعب، لكن انت لعبت مثلا في ماتشات لعبت بيها بلعيبه اول مره بقى لها فتره ما لعبتش، زي الزمالك لما لعبت كريم ندفي. فانت مروان لما يرجع هيمسك لك نص الملعب، هيدي فرصه للناس اللي قدامه تشتغل كويس وهجوميا. صحيح. فلا الاهلي عنده ذخيره لعيبه، بس لا ما تنساش ان الاهلي مضغوط جدا من كتر المباريات، عنده اجهاد شديد. فدي مأثره على الفريق، لكن ان شاء الله الاهلي هيتجاوز ان شاء الله. كابتن كافيرو، كافيرو ده كابتن تدي فرصه لمودس تاني، يعني تبقى بتطالب ان مودس يكمل فرصه في لغايه نهايه الموسم، ولا رايك ايه؟ والله يا والله يا فاروق، لا هو مش ريتم النادي الاهلي، مش الريتم بتاع النادي الاهلي للامانه. يعني هو لعيب ما يناسبش اعتقد النادي الاهلي، هو عايز مباريات معينه، والنادي الاهلي بيشتغل على السرعات وعلى الخبرات. عندك الواد وسام، فرويد عنده البستين، بيلعب دماغه كويس وبحطه ويعرف يجيب جول، فأفيد يعني هو متحرك اخطر. متحرك كمان يا كابتن، يعني بتشوف فيه حركه حتى لو يعني بالظبط، يعني مش يعني مش موفق في هدف. اسرع ويمشي مع الريتم بتاع الاهلي. صحيح. لكن مودس لا، عنده الريتم بتاعه بطيء بصراحه. يعني الحقيقه كابتن كشري اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله الامور بالنسبه لك يعني تتعدل وتتظبط ان شاء الله في فريقك، فريق الداخليه. طبعا هنتمنى التوفيق لكل الفرق، ويبقى الافضل طبعا هو اللي يبقى يعني متواجد وبشكل جيد. الحقيقه كابتن كشري نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني لفريق الداخليه، والنهارده التعادل الايجابي مع مودر فيوتشر 1-1. ده بالنسبه لي حقيقه للداخليه، وكلام كابتن كشري عن النادي الاهلي ومباراته القادمه. فكره الوصول لمرمى مازيمبي ان شاء الله هيبقى متواجد وبسهوله بامر الله، لانك عندك لعيبه كوره هايله تقدر توصلك لمرمى الخصم. فقط انتهاز الفرص، يعني وانتهاز الفرص بدري. يعني انت لو جبت جول في مازيمبي من بدايه اللقاء، ايه اللي هيحصل؟ الفريق التاني يعني بالنسبه له الامور يعني هتبقى زي الفل، يعني هيفتح خطوطه على قد ما يقدر عشان يجيب فيك هدف. دي فرصه برضو ليك في ملعبك ووسط جمهورك ان شاء الله 50,000 متفرج نادي الاهلي وجماهيره، وللجماهير اللي هتحضر عشان توصل للمباراه النهائيه. الدعم هيكون كبير اكيد بامر الله في المباراه القادمه. طيب هكمل مع حضراتكم ومباراه الاتحاد السكندري والاسماعيلي والتعادل الايجابي 1-1 من خلال رؤيتي للمباراه. الاسماعيلي اختلف الحقيقه في الاداء، ثقه بالتسداد للاعبين، وجود احمد الشيخ بجانب عبد الرحمن مجدي برضو وجانب اللاعبين الاخرين ظبط الفرقه شويه، الامور بالنسبه لهم في الجزء الهجومي بقى في وصول للمرمى، بقى في احراز الاهداف. ما زال في بعض الكرات اللي ممكن يعني فيها رعونه، لو الاسماعيلي قدر يستغلها كانت تفرق كتير جدا في نتيجه اللقاء، لكن في الاخر الاسماعيلي اختلف. ورضا من وجهه نظري للمباراه النهارده ونتيجتها للجهاز الفني اعتقد ده موجود. خليني اروح للكابتن حمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاسماعيلي واخد رايه في مباراه اليوم، وهل هو راضي عن نتيجه اللقاء ولا لا. كابتن حمد تحياتي ليك. الو الو. طيب نرجع للكابتن حمد، واضح ان الخط قطع. طيب هروح للاخبار، وزي ما كنت بتكلم على الاهلي كده في الماتش القادم، وقد ايه النادي الاهلي قادر ان هو يكسب ويكسب مكسب كويس. يعني مازيمبي برضو بالرغم ان هو تحسن كثيرا عن مازيمبي في السنين اللي فاتت، لكن يعني برضو مش ده مازيمبي. بقوه النادي الاهلي وامكانياته ولعبته الموجوده في الوقت الحالي يقدر النادي الاهلي النهارده او يوم الجمعه ان شاء الله يفوز بمنتهى السهوله ان شاء الله من خلال اداء لعبته، من خلال افضل تشكيله ممكن يختارها كولر في الماتش ده، مع عوده مروان عطيه، مع وجود احمد عبد القادر ورجوعه الحقيقه واحده واحده المستوى. بيرستاو بيعود، واحتماليه كبيره، احتماليه كبيره جدا بيرستاو يبتدي من البدايه. يعني الراجل خلاص لما نزل في الشوط الثاني الحقيقه في ماتش مازيمبي ظبط الدنيا شويه في هجوم النادي الاهلي، وكان في بعض الهجمات الخطره. طيب رجع لنا الكابتن حمد ابراهيم. كابتن حمد تحياتي ليك. تحياتي ليك كابتن حمد. يا كابتن يعني كنت لسه بتكلم على الجهاز الفني ورضاه عن النتيجه النهارده، راضيين يا كابتن عن النتيجه؟
والله الحمد لله بحمد ربنا وبشكر ربنا، يعني احنا في كل الاوضاع بنحمد ربنا وبنشكره. مع كابتن محمد كنا بنلعب على 3 بونت وده كان باين من شكلنا في الملعب، لكن انا بحمد ربنا انت بتلعب فرقه كبيره برضو، وانا بقول هم من كان عندهم الدفاع النهارده ودوافع كبيره جدا ان هم ياخدوا 3 بونت، وفي نفس الوقت احنا برضو نفس الكلام ضيعنا بعض الفرص اللي احنا كنا نقدر ناخد بيها 3 بونت، وهم جالهم فرصه في الاخر برضو كان ممكن برضو الامور ما تمشيش معانا على احسن حال، لكن في الاول وفي الاخر انا بحمد ربنا بتلعب فرقه كبيره ونتيجه مرضيه الحمد لله. الحقيقه جماهير الاسماعيلي منتظره ان فريق الاسماعيلي يا كابتن يكسب 3 ماتشات ورا بعض، يعني ده هيحصل ازاي من وجهه نظر كابتن حامد الحقيقه؟ هل يعني انا عارف ان طبعا الماتشات صعبه، مش كل ماتش هتقابل فريق يعني تكسبه، يعني طبعا الامور صعبه، ولكن يعني تقدروا تعملوها ازاي يا كابتن بالنسبه للجميع؟ والله يعني احنا كل مباراه بنشوفها كابتن حامد عدد انت عندك عدد محدود في اللعيبه بشكل كبير جدا، واحنا النهارده موقوف من عندك عماد حمدي والساعي، الماتش اللي جاي هيبقى موقوف من عندك حاتم سكر وتسوقي، يعني فبتحاول تشوف احسن حاجه. طبعا احنا بنتمنى من ربنا وده اللي احنا بندور عليه ان احنا عايزين نكسب عدد من المباريات، مباراتين او 3 ورا بعض، بحيث انك انت اللعيبه ديت يا كابتن محمد لو بقى عندها بناط وارتاحوا شويه هيأدوا بشكل كويس وهيأدوا كوره احسن من كده كمان بكتير. لكن انا بقول الحمد لله رب العالمين، برضو اللعيبه بتأدي اداء جيد جدا، اللعيبه بتعمل مجهود كبير جدا، وهيظل بعض الاخطاء اللي بتبقى موجوده واللي انت بتقدر تتحملها عيوب مقابل مميزات، فانت بتحاول تشوف احسن حاجه عندك وتعملها، فيا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون عندنا بس النتيجتين بشكل ايجابي تقدر تريح الفرقه عشان الفرقه دي تقدر تلعب كوره تبقى شكلها احسن من كده بكتير ان شاء الله. وجود احمد الشيخ مع عبد الرحمن مجدي كابتن فرق شويه في الجزء الهجومي؟ طبعا طبعا طبعا، لعيب كبير وعنده هدوء الكوره لما بتروح له، اللعيبه كمان لما اللعيبه بتثق فيك يا كابتن محمد وانت كنت لعيب وعارف الحته دي، لما اللعيبه بتثق انها تدي له كوره فدي حاجه مهمه جدا، مع وجود عبد الرحمن طبعا والتفاهم اللي بينهم هما الاثنين مخليك تاخد نفسك ونص الملعب يلحق يطلع عشان يبقى عندنا الزياده العدديه اللي احنا نقدر نعمل بيها هجمه بشكل منظم الحمد لله. الماتش اللي جاي كابتن اول الشهر امام النادي الاهلي، يعني تجهيزاته هتبقى مختلفه؟ اكيد اكيد مباراه كبيره طبعا بتلعب النادي الاهلي، وبطلب واتمنى من ربنا ان شاء الله ان يكون التوفيق معانا في اليوم دوت، فيا رب ان شاء الله نشوف بس في عندنا 9 ايام نقدر الولاد يشتغلوا معانا بشكل مميز ونقدر نعمل الشكل المناسب اللي نقدر نشتغل بيه في المباراه باذن الله. جمهور الاسماعيلي يا كابتن شايفه النهارده سعيد بالنتيجه دي؟ والله انا يعني انا اي نتيجه ما ببقى غير المكسب ما ببقى يعني ما بعرفش ايه ردود الافعال، لكن انا بقول الحمد لله ان كل مره الجماهير الاسماعيليه طبعا عندها ثقه في الفرقه بتاعتها، فان شاء الله الفترات اللي جايه يبقى في نتائج ايجابيه ويا رب يكونوا مبسوطين، واحنا جايين نشتغل في النادي علشان الجمهور يبقى نقدر نسعد الجمهور. بالامانه كابتن بالامانه، يعني اللي انا شايفه يعني في الكام ماتش اللي فاتوا بالرغم انتوا مثلا اتغلبتوا الماتش اللي فات، لكن هناك تحسن في الاداء عن مثلا الفتره اللي فاتت وكمان عن السنين اللي فاتت بامانه، يعني وده حاجه كل فتره. والله يا كابتن محمد كل فتره وانا قلتها من اول السيزون، كل فتره بتمر على الولاد يلعبوا فيها عدد من المباريات تديلهم خبره مع عدد من الشغل نفسه هتلاقي الولاد بتكتسب حاجات، وهيظل يا كابتن محمد بعض الاخطاء اللي بتحصل في المباريات ودي موجوده في فرق العالم كلها صحيح. لكن انت ازاي تستحملها انت كمدير فني تقدر تستحملها، وانت عارف هدوء الكابتن ايهاب مع اللعيبه بيثقوا فيه وهو بيثق فيهم، لكن هيظل بعض الاخطاء لازم كل فتره كده تتحل، لان زي ما قلت لك العدد المحدود من اول السيزون قايمه مقفوله مع احنا جبنا يعني العدد اللعيبه اللي احنا جبناهم بين الدورين، فيعني هم دول اللي احنا قافلين عليهم، فان شاء الله باذن الله يعني يا رب يكون الفترات اللي جايه يكون في نتائج ايجابيه احسن من كده، عشان زي ما بقول لك انت نفسك هتبقى مبسوط والفرقه دي بتلعب كوره جوه الملعب. طيب بالنسبه للاعبين الموقوفين يا كابتن، هل في كلام ان هم يعوضوا كابتن الاربع لاعبين ولا ما زال طبعا القرار موجود ومش هيتم الترجع؟ والله بص دي يعني دي رؤيه فنيه يا كابتن محمد مالهاش دعوه باي حاجه، لكن انا بقول يا رب نقدر نستفيد من كل الناس، لكن دي في حاجات كده بتبقى رؤيه فنيه في شغل معين وفي اسرار للفرقه ما اقدرش انا اقول يعني السبب المباشر، لكن يا رب ان شاء الله يعني استمرار الايقاف يا كابتن، يعني ما فيش نعم كابتن
استمرار ايقاف بالنسبه للاعبين الاربعه دول؟ مش هو ما بنعتبروش كده، لان الناس بتتمرن وناس يعني الكابتن هاب بيحط لهم برنامج وبيشتغلوا كل يعني كل يومين بييجوا النادي يشتغل معاهم، فالامور ماشيه بشكل كويس وكل ما بنحط يعني التمارين على طول شغاله ليهم، فبنحط لهم التمارين والكابتن هاب حاطط برنامج ليهم بيشتغلوا على طول. نشوف بس الامور هتمشي ازاي كابتن محمد ان شاء الله، ونتمنى التوفيق لكل الناس ان شاء الله. اتمنى التوفيق ليك وكابتن محمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاسماعيلي، والتعادل الايجابي النهارده 1-1 مع نادي الاتحاد السكندري. الحقيقه يعني زي ما بقول لكم كده، نادي الاسماعيلي محتاج الحقيقه الثلاث نقاط كان النهارده، لكن في الاخر بيلعب فريق قوي، فريق عنده لاعبين مميزين، لاعبين مهاريين، هداف الدوري، احد هداف الدوري مبلول الحقيقه، اللي عمل الهدف الحقيقه لبواتنج بشكل رائع، قدر ان هو يرقص وبعد كده لعبها بالعرض. الحقيقه برضو يعني الماتش مش سهل على الاسماعيلي، لكن في الاخر زي ما بقول لكم كده في تحسن في الاداء بالنسبه لنادي الاسماعيلي بوجود لاعبين زي احمد الشيخ وعبد الرحمن مجدي جنب بعض، وبالتالي يعني فكره برضو عوده الموقوفين في وقت من الاوقات هتزود نادي الاسماعيلي بشكل كبير في الحاله الفنيه، اي اصابات كانت موجوده ورجعت اكيد برضو هتزود، وبالتالي يعني الايام القادمه بالنسبه لنادي الاسماعيلي هتبقى مختلفه في مركز ال13 برصيد 19 نقطه. طيب حتى الان زي ما كنا بنتكلم كده عن الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، الاهلي يعني كل الفرق بقى بتحاول تظبط امورها في المرحله القادمه. النادي الاهلي بيشوف بقى مين اللاعبين في الموسم القادم. خلي بالكم احنا يعني ايه، هتلاقي الايام جريت والنادي الاهلي اعلن عن صفقات مثلا في نهايه الموسم او في اول الموسم، لكن كل الصفقات دي هتبقى اكيد الشغل كان هيكون قبلها بوقت من الاوقات. هناك اربع صفقات النادي الاهلي او اربع لاعبين يعني من شمال افريقيا، طبعا واحنا بنتكلم خلاص معلول كانت تجربه ناجحه جدا، ادي رضا سليم كمان تجربه ناجحه جدا، وبالتالي هناك اربع لاعبين موجودين في انديه سواء بقى في المغرب والجزائر وتونس، يعني النادي الاهلي كده بيبص عليهم وبيشوفهم بشكل كبير. احنا بنتكلم على زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمه، احد الاسماء البارزه اللي بيبص عليها النادي الاهلي، ايضا علاء غرام مدافع صفاقس التونسي برضو ده احد اللاعبين اللي موجودين، يحيى عطيه الله الظهير الايسر لسوتشي الروسي، وطبعا نجم الوداد السابق، دول احد يعني اللاعبين الموجودين بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا في محسن بوريقه مهاجم المغرب الفاسي برضو لتعزيز الهجوم، دول اللاعبين الاربعه اللي بقول لحضراتكم عليها النادي الاهلي بيتابعهم بشكل كبير. طيب زد، وزي ما قلت لكم كده في البدايه، النهارده عمل ماتش رائع الشوط الاولاني، خلص المباراه، هو ده الفريق اللي بيبقى عايز يريح نفسه الحقيقه، واللعيبه اللي بتبقى عايزه تريح نفسها، والجهاز الفني اللي بيبقى عايز لما يبقى في نتيجه في الشوط الاولاني كده يعني يبتدي يشتغل بشكل مختلف بقى في الشوط الثاني، لو هيدي فرصه لحد، يدي فرصه للعيب بقاله فتره مثلا مصاب، لعيب عايز يجربه، هو ده احسن حاجه واحسن سيناريو لاي فريق لما بيكسب في الشوط الاولاني يعني بنتيجه كبيره زي اللي احنا شفناها النهارده بالنسبه لنادي زد امام الجونه. خلينا نروح لكابتن محمد ثابت صاروخ حبيبي واخويا طبعا والمدرب العام لفريق زد النهارده، وبارك له على النتيجه وعلى المركز الحقيقه وثبات المستوى الحقيقه بالنسبه لزد وثبات المركز كمان في التوقيت الحالي او المراكز الاربعه اللي بيبقى موجود فيها زد في التوقيت الحالي بالنسبه للدوري الممتاز. كابتن محمد تعالى ليك. كابتن فاروز حضرتك وحشني. ازيك صاروخ، اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن، مشتاق ليك. ان شاء الله بقى نصلي مع بعض في الجامع جنب بعض كده. الله يكرمك يا حبيبي يا صاروخ، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ مبروك النهارده، ويعني الحقيقه ما اعرفش، انا بقول ان دايما لما المدرب بيلاقي مكسب كويس في الشوط الاولاني بيبقى عنده حريه بقى كتير جدا في الشوط الثاني انه يجرب حاجات كتير ويعمل حاجات كتير. اولا يعني برايك في اللقاء، وازاي ان انتوا يعني هل كنتوا حاطين في الشوط الاولاني ان انتوا تكسبوا المكسب ده بحيث ان يبقى الامور تسهل عليكم؟ بص يا كابتن، الحمد لله طبعا بشكر اللعيبه طبعا على الاداء. يمكن الفتره اللي فاتت كابتن فاروق حضرتك متابع، يمكن في كان عدم توفيق شويه في الماتشات خاصه الماتشين الاخرى، يمكن ماتش مصري بتتعادل في الدقيقه 95 97 حتى لو طلعت كوره متشاطه بره، الحكم صفر جت ضربه جزاء. ماتش سيراميكا بنضيع ضربه جزاء، فالحمد لله سوء توفيق برضه، الماتش الاهلي بتخسر في الدقيقه 90، فالحمد لله يمكن ربنا عوضنا الحمد لله. يمكن الماتش اللي فات الاسماعيلي باداء ونتيجه، ماتش النهارده بتلعب فرق من بلغه الكوره مع مدرب محترم كابتن علاء، وبلغه الكوره من فرقه رخمه طبعا السيناريو، واحنا كنا قايلين الجو حر
عاوزين ان شاء الله اللعبه تركز ماتش الاسماعيلي، البدايه بتاعتنا تبقى كويسه، نقدر نخلص الشوط الاولاني عشان نرتاح نديني فرص. فالحمد لله ربنا كرمنا بالسيناريو اللي احنا حطيناه مع الكابتن مجدي والجهاز، ده اللي حصل وربنا كرمنا. يمكن الشوط الاولاني 3 وكان ممكن الشوط الثاني نجيب، بس الحمد لله طبعا مباراه كبيره وبشكر اللعيبه عليها. ليه بقى ما حصلش الشوط الثاني يا كابتن؟ يعني انك تزود الاهداف. انت كابتن فاروق احنا ممكن اللعيب بيبقى خايف بيطمن شويه النتيجه، في فرص ضاعت، لا زيكم ضيع كوره وميسي، لا ضيعنا جولين ثلاثه، مش تباطؤ ولا هم يعني ريحوا شويه عشان النتيجه 3-0. كابتن مجدي اتكلم وبين الشوطين المباراه بتلعب فرقه كويسه جدا وكذا مره يرجعوا في النتيجه، لا الماتش صعب لسه ما خلصش. فيمكن احنا يمكن عشان الجو حار يمكن اثر شويه، قلنا يمكن احنا هنلعب يمكن هم يفتحوا خطوطهم شويه نقدر ناذيهم الشوط الثاني، يمكن حصل. بس الحمد لله النتيجه على فرقه محترمه، فبحمد ربنا سبحانه وتعالى. انت هاس الفرصه دي يا كابتن بتغييرات معينه مثلا؟ يمكن شادي، يمكن كابتن حضرتك يمكن شادي كان راجع برضه من اصابه، يمكن الماتش فات ما كانش موجود معانا، ابتدى ياخد فرصه النهارده. اسواني لعب شهر 2004 ادينا له فرصه النهارده، رافض خالد بينزل وبيعمل فريق معانا، وزيكو طبعا بينزل. فطبعا جربنا شويه، يمكن الماتشات قريبه من بعض يا كابتن فاروق، فتعاوز تعمل روتيشن شويه وتشوف تجهز الناس وان شاء الله باذن الله، وده اللي حصل الحمد لله. يمكن لعبه الحمد لله كلها جاهزه الحمد لله بفضل الله. كابتن محمد ثابت، لو احنا اتكلمنا على اللاعبين اللي انتوا دايما يعني طبعا كل واحد بيبقى شايف ان لعيبته واولاده يعني الافضل ان هو ينضم للمنتخب، هل بتشوف ان في مجموعه او لعيب او اتنين بتقدمهم للمنتخب للمرحله الجايه لكابتن حسام حسن خصوصا ما قبل مباراه بوركينا فاسو؟ والله كابتن فاروق يمكن حضرتك يمكن الحمد لله بفضل الله يمكن حضرتك متابعين اكتر ناس متابعين في الحمد لله مستوى ثابت شويه. انا بس طبعا كابتن حسام بيشوف الماتشات كلها طبعا، هو طبعًا اللي بيختار في الاخر، هو واحنا كلنا اخوات صغيرين طبعا. احنا لما انت بتقول يا كابتن فاروق فانت عايز المصلحه العامه، يمكن عندنا بشكل كويس ناس وصغيرين في السن، عندنا العش، عندنا محمد اسماعيل، عندنا صغيري، يمكن دول من وجهه نظر انا يمكن هم ان شاء الله. انت برضه كابتن ايه، احنا بنساعد بعض كلنا، احنا طبعا عندنا مشكله مثلا في الباك ليفت، عندنا مشكله مثلا في بديل مثلا لهاني مثلا، فهل ممكن بيحصل حديث؟ هل كابتن حسام مثلا بيتكلم مع كابتن مجدي عبد العاطي ومعاكوا جهاز فني؟ لان انتوا احد الانديه الحقيقه يعني موجودين في المقدمه. لا انا اكيد طبعا كابتن حسام اكيد مع كابتن مجدي، انا بقول لك كابتن حسام انت عارف هو كابتننا في كمان في النادي الاهلي واخونا الكبير، وكلنا تحت امره في اي حاجه لو هنروح واحنا كمان تبقى متواجدين معاه وكلنا بنسانده ان شاء الله. ربنا يكرمه في الفتره اللي جايه وان شاء الله ربنا يلهمه الاختيار الاصوب والاحسن ان شاء الله وكلنا معاه. مين غير بقى الاثنين اللعيبه اللي انت قلت عليهم دول يا كابتن برضه؟ انا كابتن بتكلم على عندنا محمد اسماعيل سيرد باك كويس وصغير في السن وعلاش يمكن 2 3 24 سنه، وعندنا صغير برضه نفس السن من اللعيبه المحترمه جدا اللي ان شاء الله كابتن حسام يبص عليهم كويس قوي، او حتى يعني بتكلم حسام كابتن حسام اخويا بقى وكابتني وكل حاجه، يبص بس عليهم الفتره الجايه حتى لو ياخدوا المعسكر يبص عليهم ان شاء الله مش هيخذلوه باذن الله. يا رب ان شاء الله هنتمنى التوفيق، لان المعسكر اللي جاي ماتش يعني معسكر صعب يا كابتن طبعا على طول على ماتش بوركينا، لكن نتمنى ان كل لعيبه الدوري الممتاز الحقيقه تبقى في افضل حالاتها. كابتن محمد ثابت صاروخ بشكر حضرتك ومبروك النهارده 3 نقاط مهمين بالنسبه ل زد 30 نقطه في المركز الثاني، ده الشكل العام بالنسبه لجدول الدوري، بيراميدز ثم زد في المركز الثاني ثم انبي في المركز الثالث ثم الاتحاد السكندري في المركز الرابع، دول اول 4 فرق في الدوري الممتاز بعد نتائج النهارده. لسه طبعا في بكره نتائج اخرى هتكون موجوده، يعني فاركو هيلعب المصري والمصري في المركز الخامس، لو كسب هينط شويه كده لفوق فوق انبي والاتحاد، وبالتالي طبعا امور ممكن تختلف في ترتيب جدول الدوري بناء على ماتشات الاسبوع ال 19 وتكمله الاسبوع ال 19. طيب هكمل مع حضراتكم الحقيقه الاخبار الخاصه به الاهلي، واحنا بنتكلم على الاهلي الحقيقه نادي زيد، واحنا بنتكلم طبعا كنت اتمنى ان كابتن ثابت، بس انا عارف ان في حاجات كده معينه المدربين ما بيحبوش يتكلموا عليها الا بعد نهايه الموسم او لما الموسم خلاص بينتهي. الحقيقه القندوسي احد اللاعبين المهمين بالنسبه ليه الدوري او الكره المصريه بشكل عام، لان احنا بنشوفه الحقيقه باداء رائع مع سيراميكا، وبالتالي النادي الاهلي طلب ان هو يرجع، فنادي زد شايف وبيتابع الحقيقه اللاعبين فبيجس النبض للنادي الاهلي في شراء اللاعب ده. ايه اللي هيحصل؟ كده كده اللعيب راجع وطلب النادي الاهلي انه يرجع من الاعاره، وبالتالي هننتظر هل هيعرض نادي زد مبلغ، هل النادي الاهلي هو اللي هيطلب مبلغ معين، دي برضو امور لسه هتبان. لكن في الاخر هو
تحت الضوء بالنسبة للجهاز الفني للنادي زد. طيب قلنا احمد عبد القادر الحقيقة بيعود يعني بشكل رائع مع اعطاء الفرصة اللي اداها له الحقيقة كولر في الماتشين اللي فاتوا، وان اللعيب لعيب كويس، احنا متفقين كلنا ان هو لعيب مهاري ولعيب بيعرف يروح على الجول على طول، فقط التعاون مع زمايله في الفترة اللي فاتت ما كانش كما يجب، وبالتالي ده اللي يمكن قعده شوية. مجرد اللي هو بيتعاون مع زمايله الراجل اداله الفرصة، وهو لعيب حقيقة بتقدر تستغله في توقيت معين ويقدر يحل لك امور كتير. ان شاء الله احتمالية كبيرة برضو وجود عبد القادر في التشكيلة الاساسية في المباراة القادمة. كنا بنتكلم طبعا على زيزو وعودته في المباراة القادمة يفرق كتير مع نادي الزمالك، وبالتالي ان شاء الله يبقى متواجد. شفنا كلنا الورم اللي كان في رجل زيزو ما بعد اللقاء او لقاء الاهلي والزمالك، وبالتالي منتظرين ان شاء الله في المباراة القادمة، ويعني يساعد زمايله كتير ان شاء الله في الماتش القادم ويحسم التأهل للمباراة النهائية. طيب نادي الزمالك بيحسم اول صفقاته الصيفية بعودة ابنه حسام اشرف، طبعا اللاعب معار لنادي بلدية المحلة احد هدافي الدوري، وبالتالي خلاص نادي الزمالك حسم امره في الرجوع اللاعب. طبعا سعادة اكيد لما انت تبقى عندك لعيب انت اديته لنادي اخر واللعيب ده ناجح بشكل كبير جدا هداف الدوري، بتبقى مبسوط وهو راجع ان تمام زي الفل كده، صفقة انا جبتها من غير ما ادفع ولا مليم، اللعيب تودج زي ما بنقول في الكورة بقى مية مية هداف، وانا محتاج المنطقة دي الحقيقة بجانب سيف الدين الجزيري بجانب سامسون مثلا، لعيب بيجي زي ده تبقى الامور بالنسبة لهجوم نادي الزمالك يعني بقت تمام. ان شاء الله الحكم لقاء الزمالك ودريمز الغاني هيكون حكم تشادي، طبعا يعني ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك، وتبقى الامور بالنسبه للطاقم التحكيم في احسن حالاته، طبعا شادي الحاجي او محمد حكم ساحه، وكلا من يعاونه كلا من الكاميروني الفيس جوي وهيرمان والايفاري ادو هيرمان، دول المساعدين بتوعه والمورشيسي والحكم المورشيسي باتريس ميليزرا، دول حكم رابع، هيكون حكم رابع بالنسبة لحكم اللقاء الزمالك ودريمز. طيب تعديل موعد التدريبات ده مهم جدا بالنسبة لنادي الزمالك، الراجل بيفكر ازاي اللعيبة تتعود على الجو الحر ومن بدري شوية، فأكيد التدريب هيبقى في نفس توقيت الماتش، يعني لو انت بتتمرن بالطبيعي كده الساعة 7-8 لا هنا هبتدي اتمرن من النهارده الساعه 4، لان التوقيت المباراه هيكون الساعه 4 في غانا، على فكره دلوقتي الجو بقى حر في القاهره، فده برضو فرصه ان اللعيبه تاخد على الجو الحر وقت التمرين ده، وبالتالي يعني تبقى امور مشابهه بالنسبه للتوقيت في غانا. طيب دي اخبارنا الخاصه بالبريمو، هتسمحوا لي هنطلع لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله كابتننا الكبار كابتن محمد نور نجم نادي الاتحاد السكندري السابق والكابتن ايمن رجب هيكون موجودين معنا، والحديث طبعا عن مباراه الاتحاد والاسماعيلي وايضا كل المباريات الحقيقه في الدوري الممتاز وفرص الاهلي والزمالك ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه من خلال مباراتهم القادمه بامر الله. نطلع لفاصل كمان مع يستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي مجددا في 9 مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصل فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم الاثنين على أن يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب اللي أقيمت مساء السبت الماضي بالكونغو، وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السلية ومحمود عبد المنعم كهربا، وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة بيترو أتلتيكو الأنجولي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف في الكونغو قبل ما يفوز إيابا في أنجولا بهدفين دون رد، ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب بين الترجي وسان داونز
انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد في رادس. تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50,000 مشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري. وبيأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في تحقيق اللقب الـ 12 في النسخة الحالية. وبيتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقب، بينما بيأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. خلينا نرحب بنجومنا النهارده كابتن محمد نور نجم نادي الاتحاد السكندري السابق، والحقيقه دايما بعتز بصداقته الحقيقه كابتننا الجميل، ايضا كابتن ايمن رجب نجم نادي اسماعيلي، وبعتز ايضا بصداقته ووجوده الحقيقه الدائم معانا في البريمو بيبقى ليه طعم خاص. كابتن محمد تحياتي ليك، منور حبيبي يا روح، ربنا يخليك. دايما ببقى مبسوط معاك ومبسوط في قناه تن، ومبسوط اكتر ان كابتن ايمن موجود. نورنا كابتن ايمن. الله يخليك كابتن محمد. كله تمام طبعا، هو كابتني وقيمه كبيره في الكوره يعني، وقيمه في التدريبيه كبيره، واحنا بنتعلم وبنستفيد. والحقيقه دايما ان احنا بنشوف نجوم في يمكن ما لعبوش في الاهلي والزمالك، لكن اثروا بشكل كبير في الكوره وبالاخص في ناديهم، كمان بنبقى سعداء. كابتن نور طبعا الحمد لله يا حبيبي يا روح، ربنا يخليك. خدت كاس مصر كابتن؟ ها 76. السلام عليك. شفت وكان عندي ساعتها 15 سنه. 15 سنة؟ 18. 18 سنة. أنا لعبت درجة أولى وأنا تحت 15 سنة. لعبت وأنت صغير برضه. الحمد لله. فكرة اللعب وأنت صغير زمان ولغاية وقت قريب الحقيقة 16 17 سنة، آخر واحد تقريبا شفته لعب درجة أولى وهو صغير أحمد فتحي. صح. ما شفتش حد تاني. طب أنا عايز أتكلم ويتألق يعني، أنا قصدي يلعب ويتألق. أنا عايز أتكلم حاجة في الجزئية دي. اتفضل. وإحنا في الناشئين كان كل قطاع ناشئين أربع فرق. 14 16 18 وال21 سنه تبع الفريق الاول. وكل الفرق الفريق الاول من قطاعات الناشئين. دلوقتي في 70 فرقه ومفيش حد من الناشئين بيطلع يلعب فريق اول. ليه؟ صح يا كابتن ايمن ولا كلامي مش صحيح؟ شفت برشلونه امبارح عنده مين؟ برشلونه طالعين من الاكاديميه، ده كل الاكاديميه الخاصه. الدوري الانجليزي بص في كل الدوريات دلوقتي الدفع بالعناصر الصغيره برازيل. دي انت كمان بتوفر عليك ايه كمان؟ بتوفر عليك فلوس كتيره جدا في التعاقد، ان ده طالع من ابن النادي من الاكاديميه يعني. بالظبط. بتوفر عليك في حاجات كتيره جدا. الاتحاد ما فيهوش كده دلوقتي خالص كده، ولا الاسماعيلي. الاسماعيلي يعني بيحاول موجوده في قطاعات الناشئين، لكن مين اللي بيطلع يلعب؟ مين اللي يبقى بيأثر قصدك؟ بالظبط كده. هما ما بيدولوش الفرصه كابتن، ولا هو ما اقنعش؟ دخلنا في قصة أنا بحب أتكلم فيها دايما واتكلم واتناقشت فيها مع الكابتن أيمن. والله أنا معرفش، أنا معرفش. أنا دلوقتي بتكلم على قطاعات الناشئين، كيفية إدارة قطاعات الناشئين من الناحية الفنية والإدارية. من قطاع البراعم. لا أنا بتكلم من الناحية الفنية الإدارية دي كده. ما هو الإدارية، ما هو أنا كمان كمجلس إدارة بيبقى عندي رؤية، وإن أنا في مرحلة معينة تعالى هنا ورينا اقطاع، انت عندك مين، تعالى يا جهاز فني في الفريق الاول خد دول. لو مجلس الاداره قال لك تعالى وريني مين عندك وانت ما عندكش هتعمل ايه؟ المهم ان انت كقطاع يبقى عندك. همشي القطاع، همشي المسؤول على القطاع. طب انت اشتغلت وتجيب غيره هيحصل نفس الوضع. انت كان ليك تجارب في الصغيرين وكده، انت الحريه اللي انت بتاخدها من مجالس ادارتك في مشروعهم اللي هم عايزينه ايه بالظبط، فانت بتشتغل عليه عشان تنجح. بص المنتج الاخير اللي احنا بنشوفه على الشاشة الساعة 7 أو الساعة 4 في ميعاد الماتشات، ده المنتج الأخير، إن احنا بنشوف مباراة كورة 90 دقيقة فاحنا بنحكم فيها عشان نيجي نتكلم كلمتين. تمام. المنتج ده اللي احنا بنشوفه الآخر بالشكل اللي هو موجود بيه دلوقتي ده، الشكل السيء ده اللي هو موجود في المنتج ده. في سائل إن منتج بلدنا برضه. ما أنا مش بتكلم يعني عشان هو بلدنا، لأن في ماتشات حلوة الحقيقة. حلو ده. عشان هو بلدنا احنا بنتكلم في المفروض نتكلم فيه عشان يحصل تصليح. فالمنتج الأخير اللي احنا بنشوفه ده اللي قائم على المنتج ده عشان يعرضه لك العرض النهائي ده كله غلط، كله غلط. بص لعيب الكوره موجود في مصر ليوم الدين هيبقى موجود. اللعيب الصغير الموهوب اللي عنده المهاره ده موجود. وانت بقول لك انت في دجله شفت ده ولفيت وشفت اللعيبه بشكل كبير، وانا في منتخب مصر الشباب كمان بالظبط كده. واحنا لفينا وشفنا اللعيبه، المنتج موجود عندنا، المنتج موجود بيتدار ازاي المنتج ده عشان تجهزه وتنجحه يبقى حاجه في الاخر، حاجه في العرض، حاجه كويسه.
مين اللي بيشتغل في قطاعات الناشئين؟ عشان احنا كنا فاتحين الكلام ده في الراديو انا وكابتن محمد، مين اللي بيشتغل في قطاعات الناشئين النهارده؟ انت بتوفر في ايه عشان تجيب مدرب؟ قصدك المدربين بالظبط كده. فانت عشان كده مين اللي شغال على ما انت بتشوف اخطاء يا فاروق، انت ما كنت عشان انت موهبتك كبيره كانت في الكوره، فانت كانت اخطائك قليله. النهارده انت بتشوف لعيب اخطائه كبيره جدا. خلاص ده جايه من فين الاخطاء دي؟ صحيح. يعني بذكر حديثك كابتن، بدون ذكر بقى انا قعدت مع مين واتكلمت مع مين في يعني منتخب مصر او احد المنتخبات، ايه الوضع؟ ايه اللعيبه مش عارفه تقف ليه؟ يقول لي في النادي. ما هو انا مدرب المنتخب بيجي له لعيب ناقص في حاجات كتير جدا مش هيلحق، هي دي في الاسبوع في العشر ايام، هي دي. لو انت ما جبتش المدرب المؤهل والمتخصص في المرحلة السنية اللي هو بيشتغل فيها، بحيث انه يبقى عارف خصائص المرحلة السنية دي، وعارف انه في المرحلة السنية دي ادي الولد ايه، والاهم منه ما ادلوش ايه، بالظبط هيطلع لك فوق. طيب ما دام احنا اتكلمنا في القطاع، لا في حتة صغيرة بس عشان تخص المنتخب، ان انت اتكلمت مع حد في المنتخب. احنا هنا فاروق قلنا ان لازم اتحاد الكورة يتعامل في موضوع ناشئينه زي الاندية. يعني انت منتخباتك لازم تبقى موجوده طول الوقت، انت عندك البراعم بتاعتك، انت تفضل شغال على لعيبتك دي طول الوقت. انت فاكر يعني كان الكابتن جوري بيعمل ايه؟ معسكرات يعني في ارتباطات او ما فيش؟ طبعا انت من غير ارتباطات انت حتى كمان هو ممكن برضو خلي بالك. انا دلوقتي الفريق الاول عنده الدوري ممتاز ومنتج بتبيعه، ولكن قطاعات الناشئين المنتج ده ما فيش رعاوه، فتقدر انا مش بتكلم مدرب المنتخب ياخد المعسكر يعمل معسكرات اطول عليك واكبر. برافو عليك، وده اللي انا بقى يعني زي ما اتكلمت في الحته دي. هو لما بنيجي نتكلم كان بيحصل لنا كده مدرب المنتخب عشان حتى تعلمه. ايوه يعني وخصوصا في التوقيتات اللي احنا فيها دلوقتي دي، في الفيفا ديت المدرب المنتخب مش بياخد غير اللعيب في توقيت ده الكبير. انا بتكلم على الكبير، ما انا بتكلم في منطقه الكبير ده هيوصلني للصغير. ما هو اللاعب اللي بيتدرب مع مدرب النادي الفترات الطويله من الموسم وفترات قليله مع المنتخب، ما هو اللاعب ده لو طالع من قطاع الناشئين في اي نادي مش في النادي اللي هو فيه، لو طالع مش متاسس صح طبعا من الناحيه البدنيه والمهاريه والتحركات والذهنيه والنفسيه، جاهز انه يلعب في الفريق الاول، خلاص هيبقى ملوش وجود. بخصوص القطاعات بقى، ما اعرفش تابعته ماتش انبي والاهلي، رايكم في الموقف اللي حصل يا كابتن؟ فكره احتفالات النادي الاهلي ان هو بطل، واحتفالات نادي انبي ان هو بطل، برضه هو مش شبيه ب 21 لازم يتفاهم للناس. تفاكر 21 21؟ ايوه الاهلي والزمالك برضه احتفلوا، تفاكر؟ ايوه بس اللي حصل في الوقت ده الموسم ده، ان بعد المباراه ما انتهت الناس بدات تعرف ان الاهلي فايز بفارق الاهداف، وانبي فايز عشان محتاج على لعيب في المصري في بورسعيد ان هو لو انبي كان جاب هدفين ولو خد الثلاث نقط كان الموضوع مختلف، ولسه ما تمش البت فيه القرار او البت فيه. الناس مش عارفه، لو الناس عارفه كان هيبقى واضح من الاول الموضوع بدايته ايه ونهايته ايه، مش اكتر من كده. لكن محدش يعرف، ما تسيبهاش ازاي الاثنين بيحتفلوا؟ طب ما لا ده عارف ولا ده عارف. ما هو لو كل واحد فيهم عارف الوضع ايه، انا عارف ان انا دلوقتي متساوي في عدد النقاط وانا متفوق بعدد الاهداف او في المواجهات المباشره. مسؤولي نادي انبي قالوا كده كابتن، قالوا احنا بعتنا لاتحاد الكوره ان في لاعب في النادي المصري كذا 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 ومش في سنه وبيلعب، والنادي المصري النهارده بيرد بيقول انا اللعيب بتاعك ولا سليم. النادي المصري رد، انا عمل بيان النهارده، لكن انا بتكلم اتحاد الكوره ما ردش على نادي انبي بالجواب اللي بعته بخصوص ده. ما كانش طبعا الناس فاكرين ان خلاص بقى انا برضو لان انا متاكد، يعني نادي انبي بيقول لك انا عندي مستندات بتقول ان اللاعب بس ما عنديش قرار يا فاروق. انا عندي، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، وعندي ان ما حصلش رد، ما حصلش رد من الاتحاد المصري، فكنت لازم استنى القرار وبعد كده بالظبط. يعني فهي دي برضو كانت مهم ان احنا هنبعت لكم الجواب اللي انتوا بعتوه فيه كذا كذا كذا، اوكي استنوا لغايه لما لجنه شؤون، ما هو اللي حصل ده، انتظروا نتيجه اللقاء يا كابتن. اللي حصل ده انتظار نتيجه اللقاء، لو كان الاهلي كسب هو اللي حصل، خلاص الموضوع مش محتاج بقى. بص اللي حصل حاجه يا فاروق، ان انت في نهايه السنه وكل واحد عايز يعلن ان هو انجز وعمل حاجه، فكان الاحتفال عفوي، يعني ان انت بتحتفل ان انت خدت الدوري. طب ما انا اللي واخد بفرق الاهداف، انت بالمواجهات المباشره، لا انا عندي لعيب مزور فانا بحتفل وانت بتحتفل، ثلاث نقط زياده شيء من الكيد يعني. ما كانش فيها حاجه حقيقيه في الاحتفالات يعني. عامه نتمنى انها ما تتكررش، لان انا دلوقتي 21 حصلت مع الاهلي والزمالك،
وبعد اربع سنين بتحصل. بص يا فاروق، ايامينا واحنا بنلعب وايامينك انت وانت بتلعب كانت الماتشات المحدده دي للبطوله كانت بتلعب في ملاعب محايده ومحضور جماهير وملعب استاد القاهره ووقت قبل ماتش كبير برده. يا ريت الحاجات دي ترجع تاني. وبتبقى حلوه وجميله واللعيبه بتعمل اقصى حاجه عندها ان شاء الله. بس مع عوده الجمهور ده الشكل ده الاحتفالات الجماهيريه الاهلي اهو بيحتفل وده بيحتفل. حلو خليهم يحتفلوا هم الاثنين انبسطوا يعني. طيب هرجع لماتشات النهارده كابتن حقيقه، ماتش الاسماعيلي والاتحاد، مين فرط في الفوز النهارده من وجهه نظر الكابتن؟ اجاوب الاسماعيلي ولا الاتحاد؟ اتفضل. الفرقتين الحقيقه. يعني لو هتكلم على فرقه الاتحاد، هو طارق بدا بشكل 4-3-3 في طريقه اللعب، وبين الشوطين طلع ميسي ونزل سيف تقاء ولعب بثلاثه مساكين ولعب ب5-3-2. فمعنى كده ان انت اديت ايحاء لايهاب جلال وفرقه الاسماعيلي ان انا عايز اامن نفسي وادافع. لو تشوف الشكل الشق الهجومي لفرقه الاسماعيلي بالتحديد في الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاولاني. لان انت خلاص اديته احساس ان انت هتدافع. لعبت بثلاثه ورا والاثنين اللي من فوق بابواتنج ومابولولو، الاثنين بيلعبوا من العمق، فبكاد الاطراف لما بتتقدم على قدام ما فيش حد بيلعب عليها في الشق الدفاعي، او واحد من الثلاثه بتوع نص الملعب بيضطر يروح، فبقت الناحيه الثانيه فيها مساحه فارغه، فبقت حصلت لك مشكله. الحمد لله طارق خد باله من الموضوع ده، يمكن مش في وقت كتير قوي، بعد ربع ساعه غير وراح مطلع مصطفى ابراهيم من المساك حطه باك رايت، وطلع هشام صلاح بره خالص، وطلع في الاول عبد الغني بقى يلعب. في كرة هشام صلاح كان لازم يطلع بعدها. ايه؟ في كرة لازم هشام صلاح كان يطلع بعدها. الكرة اللي رفعها بعيد قوي دي طلعت فوق دي. ما انا هنسألك على الحاجات دي كده. قلت تعب. لعيبة كتير قوي هتطلع. مش في ماتش النهارده بس، في ماتشات كتير قوي. ماتشات كتير جدا يعني. بس هو لعيب كويس طبعا هشام يعني. لا هو لعيب كويس وفي حتة الباك رايت، بس هو كان المشكلة الفترة اللي فاتت كان عنده إصابة وغاب فترة طويلة، فطبعا هو لسه في طور ان هو يرجع واحدة واحدة. آسف لمقاطعة حضرتك. لا مفيش مشكلة. هشام حبيبي مفيش مشكله. فطارق تدارك الموقف بسرعه وتخلى عن طريقه 5-3-2 ورجع يلعب ب 4-3-3 ونزل عبد الغني قدام مع مابولولو وبواتنج، ولعب مصطفى ابراهيم باك رايت، وبقى يلعب باسلام وبسليمه وسيفت قاب في المساكين بس. فالموضوع بقى ايكوال بين الفرقتين، والفرقتين الحقيقه ضيعوا اهداف صعبه جدا انها تضيعها. الفرقتين يعني صحيح. في وقت من الاوقات كان ممكن الاتحاد يجيب جول ويكسب، وفي وقت من الاوقات كان الاخيره كانت بتاعت مابولولو اللي هي بالظبط. اللي عرفت بقى الفرق بين هو لعبها ازاي وكنت انت بتلعبها ازاي. لا مش انا لسه كنت بقول لك على فالفيردي في ماتش مانشستر سيتي وكان مين مانشستر سيتي وريال اللي هو 3-3 ده على طول بوش رجلك. انا مابولولو بيعرف يجيب جون كويس قوي. انا استغربت، انا الكره لما عدت من ديفنس الاسماعيلي انا قمت وقفت قلت جون، وواقف خلاص جون. انا شايفها في الشبكه قريب كمان من انا اتخضيت لما طلعت لقيتها قبليها اخطر منها اللي احمد عادل اخذها بصدره، دي كانت اخطر. بس هو مابولولو كان لازم يعملها بوش رجله من بطن رجله، هم عملوا بطن رجله عاليه فوق. فالفرقتين كان عندهم الفرصه السانحه ان هم يقدروا يكسبوا، لكن الماتش كان معقول الى حد كبير. فرقه نادي الاسماعيلي كان يمكن النهارده شكل ادائها مختلف شويه عن الماتشات اللي فاتت، كانت بتلعب بشكل افضل وكان لها دور ايجابي على الشكل الهجومي. لكن برضو المدافعين في نادي الاتحاد الى حد ما النهارده برضو اشتغلوا بشكل جيد شويه، لكن برضو محتاجين ان هم يشتغلوا اكتر على التمركزات والضغط. طيب كابتن ايمن، الاسماعيلي النهارده بالنسبه له ما بعد النتائج الماضيه يعني الحقيقه انا لسه كنت بسال الكابتن حمد امتى جماهير الاسماعيلي تشوف فريقها بيكسب 3 ماتشات ورا بعض، مش يخسر ماتش ويكسب ماتش او يتعادل ماتش. يعني الامور بالنسبه للاسماعيلي لو مشي في مستوى ثابت حتى في النتائج 3-4 ماتشات الامور بالنسبه له تختلف. بص يا فاروق، النهارده بالنسبه للاسماعيلي كويس النهارده؟ كويس طبعا. ولو كل واحد عمل دوره في النادي الاسماعيلي وكل واحد اشتغل شغلته اللي هو جاي علشانها، اعتقد ان الاسماعيلي هيريح الجميع يعني. كلنا هنرتاح لو انا بقى يعني انا عايز اقول كلمتين كده، لو الناس تبقى يعني في هدوء وواخده خطوه لورا وشايفه المشهد كويس بالنسبه لنا، فلازم كلنا نحكم العقل في اللي احنا بنعمله. النادي الاسماعيلي يفتقد عدل، يفتقد عدل في حاجات كتيره جدا، يفتقد عدل في حاجات كتيره جدا، في اختيارات، في حاجات كتيره جدا النادي الاسماعيلي مش عادل فيها. فالنادي الاسماعيلي محتاج يراجع نفسه يعني. انا بتكلم على الاداره، بتكلم على الاداره الاول. فوق الاداره محتاجه تراجع نفسها في شيء من العدل بيحصل عندها،
فلازم تراجع نفسها. واحنا مش هنتكلم ونفتح في حاجه الحاجات مفهومه عند الناس كلها يعني. فعلى الناس كلها ان هي تهدى عشان دي مصلحه بلد يعني. فالناس تهدى وكل واحد يفكر باهدى من كده ونشوف مصلحه النادي راح فين. الحاجه اللي حصلت النهارده الكلام ده كابتن مش جديد يعني. الكلام ده احنا انت عدته كذا مره. لا انا كنت في مع المجلس ده من بدايته وانا قلت ان بص طول الوقت الناس ما بتيجي احنا بنبقى يعني متاملين خير فبنتكلم بالظبط مساندين جميعا لكل اللي بيحصل لان في الاخر في رموز موجوده داخل النادي الاسماعيلي احنا ما نقدرش نغلط يعني ما نقدرش نقول حاجه تمام بتنتظر. بس احنا متاكدين من اللي احنا المعلومات اللي عندنا انا متاكد منها تماما يعني. بس انت ما قلتليش ايه المشكله يعني ايه اختيارات العدل في مين يعني هم عارفين هيجي وقت نتكلم هيجي وقت نتكلم خلينا نحتفل عشان انا عارف ايمن بالنقطه دي خلينا نحتفل بالنقطه يعني دي حاجه في المنطقه الاداريه ولا الفنيه طبعا مجلس اداره في حاجات كده لازم يراجع فيها نفسه في حاجات كتيره عشان الامور تمشي بشكل تمام بس. طيب فنيا بقى انا شايف ان الجهاز الفني مبسوط النهارده بالنتيجه جدا واحنا مبسوطين واللعيبه كمان انا الاول بس اللعيب النهارده عرف مسؤوليته مع النادي يعني اللعيب النهارده اللعيب تحرر بعد الهدف بتاع نادي الاتحاد فاللعيبه تحررت لان احنا بنعمل حاجه في الكوره وايهاب مصمم عليها واحنا اتكلمنا انا وهو وتاني هنعيد الكلام ان انت الفرقه اللي معاك بص في حاجتين في الكوره لاي مدرب ان انت لما انت بتبني فرقتك كفاروق فانت مثلا لو جبت لعيبه مميزه في اماكنها فانت مثلا زي السيتي مثلا كده سيتي عنده في المكان 2 و3 فعادي جدا التدوير وان لعيب يلعب على لعيب انت ما تحسش الفروقات بينهم على اساس ان المستويات متقاربه هو بيختار زي بعض فانت ما بتحسش الفرق ده بالظبط وفي حاجه تاني في التدريب يا فاروق بتقول لو انا بشتغل على ذكاء لعيب لو انا بشتغل على لعيبه اذكياء زي اللي حاصل في ريال مدريد ان انت بتلاقي لعيب بيلعب في غير مكانه وهو مش مكانه بس بيأدي بشكل قوي جدا فهنا المدرب بيعمل الحاجتين دول فالتدريب كده سهل الموضوع فانا النهارده الورق اللي معايا في النادي الاسماعيلي بيقول ان الاماكن موجوده اماكن اللعيبه موجوده واحنا النهارده لعبنا بالاماكن يعني سكر في الباك الشمال احنا اول مره النهارده نبقى معدولين في الملعب فاحنا كل واحد لعب جوه مكانه اللي بينقصنا حاجه وانا بناشد نصر يعني وبكلمه نصر سردباك كويس لا انا كنت سردباك نصر في الكور العاليه لعيب كويس جدا عنده مرونه كويسه جدا بيعرف يطلع باص سليم بس هو لازم يفهم حاجه من اتنين يعني في المكان اللي انا بلعب فيه يا نصر بيقول ان انا مدافع عشان كده انا بحترم عمار جدا ويا رب الاصابه تكون خفيفه وعمار يرجع بدري لان عمار بيلعب بالمكان دي عايزه واحده يا فاروق بيلعب واحده من غير تعليمات مدرب ما لهوش علاقه بالمدرب هنا نصر بيلعب على الاستحواذ ودي فكره في 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 الدفاع غلط يعني انا النهارده يعني طب الموقف هو اللي بيحدد لا استنى بقى ده كده هيوديني محمد عبد المنعم انت النوعيه دي مفتقده حلو انا مش مختلف انت ما يبقى عندك لعيب زي كل مواقف ده يعني الجون الاولاني ده يعني ما يبقى عندك لعيب زي ده المشكله ما تديله الثقه اكتر انا ما عنديش يبقى الصايل لعبه كده انا مش مختلف معاك خالص لازم طبعا مش كل مواقف انا مش مختلف معاك خالص شكل اللعبه بتاعت الجون الاولاني دي هل يجوز فيها وانا كنت راجل بلعب في المكان ده هل يجوز فيها انا استحوذ يعني ان انا اخرج الكوره بكعبي عشان تروح للعيب ولا انا اخد الكوره في اتجاهها اطلعها اوت خلاص الجون في المباراه اللي فاتت في ماتشات زد دي لان نصر جواه ودي يتحملها ايهاب انا بتكلم بمنتهى الامانه لان ايهاب طالب منه كده لان ايهاب ما فيش يعني ما بيندهش عليه بعد ما بيغلط لان انت لو انا دي عندي تعليمات المدرب فخلاص المدرب عايزني العب كده فعلى نصر لازم هو من نفسه يفهم انا ممكن يطلب مني حاجه في الكوره انا كمدافع يطلب مني حاجه في الكوره مش في امكانياتي بس انا في الاخر عندي شكل نصر لما اتخلص من الاستحواذ بعد غلطه الجون كان نجم الماتش اخذ الكره العاليه وكان مركز جدا وكان بيلعب اللمسه الواحده حتى احنا النهارده ليه شكلنا ده اتغير يا فاروق احنا في كل الماتشات احنا واحنا بنبني عشان الفرقه تبني من تحت في تحضير فلما نيجي نروح للنواحي الهجوميه احنا ما بنروحش بزياده عدديه فدايما انت بتحط الكره للثلاثه اللي قدام طيب احنا لما الكره بقت تروح نص الملعب يا فاروق واحنا بقينا نستحوذ في نص الملعب فبقى عندنا زياده عدديه من مخلوف وبقينا نكمل في ورا الناس فبقى عندنا زياده عدديه فعشان كده بيومي اللي جاب الجول لان انت بقى عندك حلو الصراحه جدا ليه بقى هو اللي لعب الكره اول واحده عشان كده انا بقول اللعيبه النهارده انت تشكرها على ايه لان اللعيبه بينت معدن وانا بقول لهم بقى انا بكلمهم هم يعني اللعيبه بينت معدن ان هم عندهم حاجه يقدروا يعملوها بره التعليمات يعني انت كلعيب عندك حاجه في التكمله يعني النهارده بيومي راح بيكمل
في حته الفيرويد. طب ما هي عندك يا بيوم، انت عملتها النهارده وجبت جون، تقدر تعملها تاني. تمام. فهي اختياراتنا النهارده كانت موفقه جدا في الاختيارات. ايهاب كمان كان عايش الماتش، يعني النهارده ايهاب عايش الماتش. انا اول مره اشوف انفعالاته دي من فتره. ايهاب جوه الجيم بشكل كبير جدا، ودى انفعالات وعاش مع لعيبته بشكل كبير جدا. عشان كده كمان كانت تغييراته كانت مهمه النهارده، ان هو كان شايف الماتش كويس. فابتدى لما حس ان السكر تعب عمل التغييره في الباك الشمال. كان النهارده المركز بمركز، ما كانش فيه ان انت بتحاول تعمل حاجه مختلفه على دماغ اللعيب. طيب قبل ما اطلع بس الفاصل كابتن ايمن، هسالك في وجود احمد الشيخ الامور اختلفت في المنطقه الهجوميه؟ طبعا. انت عارف ليه يا فاروق؟ لان احمد الشيخ لعيب بيعرف، انا مش هقول الكلمه اللي بتتقال بتاعه التمركز دي عشان الكابتن محمد بيتضايق منها. هو عنده المكان، هو عنده الكوره. بص لو انا جبتك دلوقتي يا فاروق وانت مبطل اهو، بس جيت حطيتك في الملعب، انت هتعرف تتحرك جوه مكانك كويس. فالنهارده هو بقى عامل لنا ايه؟ عامل شاغل المكان بشكل كويس جدا. وهو كمان كل التحيه ليه، لان هو بيحارب. واللي كمان اللي انا اتمنى يسمع الكلام اللي انا بقوله ده، عبد الرحمن مجدي النهارده لما هو رجل المباراه، لما تحمل مسؤوليه. بص انا قلتها له في التمرين يا فاروق واحنا في النادي، قلت له عبد الرحمن لو انا بمرنك وانت ما بتجيبش جون كل ماتش انا هخصم منك. انت تقدر تجيب جون كل ماتش. النهارده اول مره عبد الرحمن ياخد الكوره ويجري لقدام. ده عبد الرحمن بتاع زمان اللي هو ما بياخدش عشان ياخد لجوه او يطلع تاني لبر. عبد الرحمن النهارده كان بياخد الكوره وبيخترق، فده خطورته هنا. فعشان كده كان شكل النادي مختلف لتحمل اللعيبه والجهاز مسؤوليه الموقف اللي فيه النادي. نتمنى ايه بقى؟ اتنين فرقوا الحقيقه معاهم. اتمنى حاجه واحده بس، ان التشكيل ده كان تشكيل امثل. هو فيه لعيب واحد بس عليه علامه استفهام فيه، ان احنا لو احنا دورنا في المكان ده في النقاز، يعني لو دورنا في حد يقدر يشتغل الشغلانه دي احسن يعني. اما التشكيله دي هي المناسبه، حتى بقى عندك عمار وعلى الجهاز الفني، وده نداء انا بقى بندهوله. النادي مش مستحمل قرارات عنترية. يعني النادي مستحمل هاشم، انا هستغله لاخر لحظة ويمشي يروح النادي. ليه يا فاروق؟ لو انت مثلا هاشم تفاوض مع النادي المصري وعايز يمشي، ده حريته الشخصية. تتكلم عن الموقوفين يعني؟ بالظبط كده. زي بالظبط لو انا بفاوض لعيب، لو احنا النادي الاسماعيلي بنفاوض لعيب من نادي تاني ومضيناه يا كابتن محمد، طب ما احنا عملنا نفس الحاجة. فاحنا على اللعيب استغلاله لاخر لحظة في المباراة. بالنسبة من الجهاز الفني، لان احنا محتاجين هاش، محتاجين بديل جوه الاماكن دي طبعا. او محتاجين شيء من المنافسة، اصلا بتعاني من اول موسم وشيء من المنافسة. كده ولا كده اللعيب ده هيروح في نهاية الموسم بالظبط. طب من هنا لنهاية الموسم، فده نداء لإيهاب والجهاز الفني. رجع لعيبتك اللي فيهم مثلا. انا باسم في ربع ساعة تلت ساعة يفرق معانا، يعني يقدر يبقى برضه في مش في التمركز، في التحرك يقدر يعمل لنا حاجه. لا هو فرود انت مش عارف القصه دي. اسمحوا لي نطلع الفاصل كابتن، نرجع نكمل كلامنا. طبعا لو حبيتوا يعني نتكلم في الماتش برضو جزء بسيط كده، تمام. بعد كده هاخدكم في منطقه تانية خاصه بالمنتخب والنادي الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه. هنطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. بيستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، والمقرر ليها مساء الجمعة المقبل في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. المارد الأحمر حقق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب اللي أقيمت الجمعة الماضي بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكان أبناء القلعة الحمراء على أعتاب الانتصار لولا غياب التركيز في اللمسة الأخيرة أمام المرمى. الأهلي بيحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل قطع تذكرة العبور للنهائي، وانتظار الفائز من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، علماً بأن لقاء الذهاب حسم لصالح أبناء باب سويقة بهدف دون رد. الأهلي وعلى الرغم من تذبذب أدائه في الفترة الأخيرة وتحديداً على مستوى الدوري المحلي، إلا أن الفريق بيقدم نتائج مميزة خلال مشواره الإفريقي، مما قاده للوصول للدور نصف النهائي. وبيبدو أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أصبح متخصص في الكرة الإفريقية، وبيعرف إزاي ينتصر في المباريات على الرغم من غياب العديد من العناصر الأساسية في قائمة الفريق الأحمر. كولر بيمتلك رقم إيجابي مع الأهلي خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فخاض المدرب السويسري 9 مباريات مع أبناء الشياطين الحمر في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات، ولم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة نهائيا. سجل لاعبو الأهلي 12 هدف وتلقت شباكه 12 هدف، مما بيمنح الأحمر الأفضلية قبل لقاء الجمعة الماضي.
طيب هنرجع لحضراتكم مره ثانيه كابتن محمد نور وكابتن ايمن رجب. كابتن هيحافظ نادي الاتحاد على مركزه ده كابتن وفي نهايه الموسم ممكن نلاقيه في احد احدى البطولات الافريقيه؟ والله اتمنى اتمنى هي البدايه بالنسبه للموسم ده البدايه كمركز او ترتيب في الجدول بدايه جيده جدا جدا. احنا بننهي الدور الاول يمكن في الترتيب الرابع فلو قدرنا ان احنا نحافظ على تقدمنا في المراكز الاولى دي لاطول فتره ممكنه اعتقد ان شاء الله ان نادي الاتحاد ممكن يقدر ينهي الدوري في مركز كويس. بيفرط ساعات هي وضع طبيعي ان ممكن يحصل كده. انت كمان ما تنساش ان الثلاثه اللي فوقك ما فيهمش اهلي وزمالك. لسه يعني الاهلي والزمالك هيجوا فانت لازم تعمل حساب ان الاهلي والزمالك ممكن يعديك فوق فانت لازم تحافظ بقدر الامكان على المركز اللي انت فيه. عشان تحافظ على المركز اللي انت فيه لازم اقدر ابقى عارف قدرات لاعبتي ايه واقدر اشتغل بطريقه لعب تتناسب مع قدرات وامكانيات لاعبتي وتتناسب مع امكانيات الفرقه اللي انا هلاعبها. هو ده شغل تحليل الاداء. ازاي الناس دي بتهاجم ازاي بتدافع في الشق الهجومي بتعمل ايه في الشق الدفاعي بتعمل ايه من اليمين بتشتغل ازاي من الشمال بتشتغل ازاي من العمق بتشتغل ازاي. المدافعين هم بيتمركزوا تمركز هنا المدافعين كده المدافعين هم بيتمركزوا في الكرات العرضيه غير في الكرات الطوليه. وازاي لما تكون في كره طوليه جايه نبقى 50 5 واقفين على خط واحد وكره اتعمل من فوق زي الجون بتاع الزمالك اللي فتوه عملها برجله اليمين لناصر ماهر فات من الثلاثه من الثلاثه على خط واحد وراح جاب جون. ازاي مين هيمسك ومين اللي هيعمل في اخطاء بسيطه ما ينفعش تتعمل عشان لو انت عايز تكمل جون الاسماعيلي النهارده برده جاي من العمق نفس المنطقه. فالحاجات الصغيره دي اللعيبه لو ركزت فيها قوي وانا عارف ان طارق اكيد مليون في الميه بيعمل الكلام ده فاللعيبه بس تركز فيها في الاوقات اللي فيها درجات صعوبه عاليه جوه المباراه ابقى عارف ومركز انا في الوضع ده هعمل ايه. طيب كابتن ايمن اسبوع 19 الاسماعيلي مركز 13 تفتكر ان الامور هتستريح من بدري ولا الامور هتفضل فيها عصبيه لغايه اخر الموسم مع الاسماعيلي؟ لو هدينا فاروق هنستريح من بدري لو هدينا وحطينا النهارده التشكيل الامثل هنريح نفسنا لو صممنا على تشكيل واخد عدد من المباريات هنريح نفسنا. حريه عبد الرحمن شايف ده الامثل طبعا عبد الرحمن مجد في حريته النهارده لان خلاص عبد الرحمن بقى معروف ان هو لعيب على الخط فعبد الرحمن النهارده كان بيسرق في ظهر نص الملعب بشكل كويس جدا ودي عملها السنه اللي فاتت ونجحنا فيها بشكل كبير جدا. حريه اللعيبه في التحرك دي يا فاروق مهمه جدا في الثلاثه اللي قدام دي اللي فرضها علينا احمد الشيخ عشان تكسب لا واحمد الشيخ فرضها بفكره يعني ما فرضهاش في التكتيك. احمد الشيخ عشان عارف ان هو مش هيقدر يجري في الجناح بشكل كبير جدا فاحمد الشيخ عايز الخطوتين ثلاثه فهم عليهم فين عليهم جوه ال 18 فاحمد الشيخ دايما هو اللي كان بيجبر ان هو يخش جوه الصندوق بشكل معين. فده عشان كده بقول لك ذكاء اللعيبه ساعات بيخليك انت كمدير فني تشوف حاجات مختلفه. احنا نمتلك فرقه فاروق بس عشان الناس اللي انا بيتضايقني الكلمه دي جدا فكره ان الاسماعيلي وما عندهوش ورق وما لا احنا عندنا ورق بس احنا مش عارفين نشغل الورق بتاعنا بشكل كويس جدا. انت بره طلع تاني اهلي زمالك بيراميدز سيراميكا من الموضوع قول لي تشكيل زد مين تعرف في مين قول لي تشكيل فاركو مين تعرف في مين قول لي تشكيل بلديه المعلق جماعيا مجتهدين حلو جدا يعني انت عندك اسامي في الكوره تقدر تخليك تمشي وعندك اللعيبه المجتهدين تقدر تعمل بيها حاجه بس انا ما اطلبش من لعيبتي دي في الوقت ده حاجات كبيره يعني ما طلبش حاجات كبيره ما انا عشان كده انا بقول لك يعني ما عندناش في 19 ثبات تشكيل ما عندناش ثبات تشكيل في 19 ما عندناش لعيبه بتلعب جوه اماكنها ودي حاجات مهمه. فعلى ايهاب انا بكلم اخويا يعني وانا بنصحه انا ما عنديش معاه مشكله وهو مكمل عشان برضو ما فيش حد يحسب حاجه يعني على ايهاب يراجع نفسه زي ما كان النهارده. ايهاب النهارده كان متحمل مسؤوليه الجيم بشكل كبير جدا وكانت تفاعلاته باينه في كده. احنا عندنا فرقه تقدر تريحك يا فاروق تقدر تريحك. تمام. طيب هسالكم سؤال لان احنا الاسماعيلي والاتحاد والانديه الاخرى مسؤولين كلنا ان احنا نساند منتخب مصر بلاعبين بمسانده حتى لو بنتكلم كابتن محمد كواحد من نجوم مصر ومحللي مصر كابتن ايمن فكره طلب كابتن حسام لوجود المعسكر الخاص لمنتخب مصر ما قبل مباراه بوركينا فاسو قبلها ب 10 ايام وبالتالي هيتم تاجيل مباريات. طيب هو من حقه ان هو ياخد لعيبه المنتخب معاه لاطول مساحه زمنيه ممكنه هو ده اللي عايزه علشان يحط اسلوبه ومنهجيته في اللعيبه. لكن هل كل اللعيبه اللي هتلعب محليين ومحترفين هيبقوا متواجدين معاه؟ لا هو المحليين
ما هم الاغلب كابتن بتاعنا كان محترف بس بتاعنا كان محترف كان محترف النص اللي فوق كله لا كام واحد يعني انت خمسة. عندك صلاح ومرموش أيوه. ومصطفى محمد وحجازي وتريزيجيه خمسه طيب. انت اللي بيلعبوا كلهم بيلعبوا هو ما فيش حجازي انت اربعه انا بتكلم على اربعه انا بشوفهم تمام مؤثرين قوي تمام حجازي انت عندك يعني برضو يجمع كل احترام لحجازي عندك محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم هو كمان عنده فكره فيها يعني لو في الماتشين ما استخدموش انا بالزبط. انا مش بمانع في ان هو يحط اللاعبين المحليين هم الاكثر بالظبط انا مش بمانع في ده ان هو من حقه ان هو اسلوبه والمنهجيه اللي حابب ان هو يشتغل بيها يوصلها للعيبه وده بيحتاج مساحه زمنيه شويه زياده كابتن جوهر الله يرحمه خصوصا ده ماتش مصيري طبعا انت هم فاضل لك الماتشين دول خلاص ماتش بوركينا فاسو توصل ما بوركينا وغينيا بيساو طيب ده اقل من 10 ايام هو يبقى من حقه ان هو يحافظ على ان اللعيبه تبقى معاه عشان يحط منهجيته واسلوبه اللي هم يشتغلوا بيه كابتن جوهر الله يرحمه في 89 لما كسبنا الجزائر لغى الدوري وكان متاح بالنسبه له الكلام ده الكلام ده طبعا مش متاح خالص دلوقتي ومش هيحصل ليه مش هيحصل لا خالص لا خالص مش هيحصل خالص رغم ان في ناس بتتكلم في الموضوع ده لكن لا ما اعتقدش ان الكلام ده هيحصل لاعتبارات كتير قوي بس احنا ما نقولش حتى بره الكوره لا ما نقولش هيحصل ومش هيحصل محدش سمع لكن هو ليه كابتن جوهر عمل كده كابتن جوهر عمل كده عشان عايز لعيبه المنتخب تلعب بدايه من ماتش هولندا بدماغه هو بفكره هو بتدريبه هو مش بتدريب مدربين الانديه وفعلا اللعيبه لعبت باسلوب الكابتن جوهري ماتش هولندا شفنا الشكل كان عامل ازاي لكن هو في الوضع الطبيعي ان اللي بيعد لعيبه المنتخب للمنتخب مدربين الانديه انت برضو ما عملتش حاجه في كاس العالم بالظبط ما عملتش حاجه كبيره فعلا بس هو ده كان فكر الكابتن جوهري ان هو يلعب بدماغه هو اللعيبه تشتغل بدماغه هو قانون الكوره مش بدماغ حد ايه انت غيرت قانون الكوره منعنا الكوره ترجع للجول ايوه لا هو ده كان فكره هو ده كان دماغه فهو حسام من حقه ان الناس تاخد وقتها معاه عشان يقدر يحط لمسته في الجزئيه الخاصه انا هلعب ازاي هو مش هيشتغل شغل بدني طبعا خصوصا كمان المعسكر الاولاني كان ضايق قوي واول معسكر دي وبالتالي يعني ده جزء من كابتن فاروق احنا قلنا كلام قلنا كلام هنا وهنعيده تاني احنا بس ايه بناكد على كلامنا اللي احنا قلناه قبل كده في اول الاختيار خالص لما كابتن حسام جه مدير فني منتخب مصر فكان في جهازه معد بدني وانت سالتني وانا قلت لك هو حاطط في جهازه معد بدني يبقى هو عايز فترات تدريب يعني انا ان انت اكيد انا استغربت لما لقيت بالظبط كده لان انت التوقفات دلوقتي بتاعه المعسكرات 3 ايام واربع ايام فانت مش هتعمل حاجه في البدني بالزبط. حاجه كبيره جدا خالص فعشان كده هو طلب في 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 الدوره الوديه اللي كانت موجوده عندنا بتاعه العاصمه الاداريه هو طلب وقت لان هو عايز هو شايف اللعيبه بص لو احنا داخلين جوه هي دماغه هي مشكله اللعيبه بدنيه ولا ما احنا لو داخلين جوه دماغه حتى في اختياراته وفاروق لو احنا داخلين جوه دماغه وعارفين شخصيته احنا هنرتاح كلنا كابتن حسام بيراهن على معدلات الجري الكبيره في لعيبه تنفذ في معدلات جري يعني هو لعيبه هتنفذ له ده في معدلات جري فعشان كده كان الشامي في اختياراته احمد عاطف في اختياراته بس هو ما لعبوش حلو جدا ما هي يعني دي انت بتجيب ما هي الاختيارات لو انت يعني بتراهن على كده يعني ما حلو جدا انت بص لو كانت الامور مشيت معاه في 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 الدوره الوديه دي لو كانت الامور مشيت معاه في الفكره اللي هي كانت جوه دماغه كان ممكن يستعين بيهم عشان تبقى فاهم يعني وانا فاهم دماغه فهو عايز المعد البدني ان هو مش واثق في تدريب اللعيبه جوه الانديه هو مش واثق فهو عايز يمرن هو بايده فهو عشان كده هو هيحتاج فترات على يعني على المسؤولين شوي. بقى الصراحه يعني ان انت لازم تلبي له رغبته دي في ان هو يعمل كل حاجه يعني سيبه يعمل كل حاجه حتى بص احنا الدوري ملخبط بقاله سنين فما جاتش على السنه دي فسيبه الامور يعني اديله توقفات اللي هو عايزها لان انت زي ما انت قلت هما ماتشين مصريين هيحددوا بنسبه كبيره جدا طبعًا. ان شاء الله يكون الصعود من نصيبنا يعني خلاص وان شاء الله يبقى هو صاحب الصعود ده ونبارك له باذن الله فهي سيبوه يعمل اللي هو شايفه من وجهه نظره يعني هي وجهه نظره هو شايفها كده شايف ان هو عايز يجري لعيبته بمعدلات جري كبيره جدا فسيبوه يعمل الشغلانه بتاعته دي وفي الاخر احنا هنستنى المردود اللي هيحصل ايه في الموضوع اللي احنا بنتمنى فيها التوفيق يعني طبعا يكون حلفنا بنسبه كبيره ونتمنى له التوفيق في ده فدي دماغه فسموه يشتغل بدماغه بس ان شاء الله كل التوفيق لك ان شاء الله باذن الله هيبقى اول مدرب ولاعب مصري بالظبط يعمل الانجاز الوصول سواء بقى كلاعب او
كمدير فني. طيب تسمحوا لي نطلع فاصل نرجع نكمل كلامنا؟ تمام يعني هنطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. طيب هنكمل مع حضراتكم. كابتن محمد خليني اسالك بقى، يمكن ماتشين مهمين بالنسبه للاهلي والزمالك ان شاء الله يوم الجمعه يوم الاحد ان شاء الله. نبتدي بالجمعه، فرص الاهلي الحقيقه في الفوز على مازيمبي والتاول لنهائي افريقيا ان شاء الله. لا اعتقد الاهلي عنده فرصه كبيره جدا بان من المباراه الاولى، امكانيات او فرق فروق الامكانيات اللي بين النادي الاهلي وبين فرقه مازيمبي، وخاصه لو في ناس من الغيابات اللي كانت مش متواجده مع فريق النادي الاهلي في المباراه الاولى رجعت. الاهلي عنده كم كبير جدا من الغيابات الحقيقه، غيابات مؤثره جدا، بتتكلم في الشناوي، في ياسر ابراهيم، في مروان عطيه، في امام عاشور، في حسين الشحات، في ديانج، ناس كلها ثقيله جدا في الملعب ولها شكل في شكل ادائها. فلما يغيب الكم ده اللي بالمواصفات دي في مباراه زي المباراه دي، فطبعا اكيد يبقى له تاثير، رغم ان الناس الثانيه اللي نزلت واشتغلت بشكل كويس جدا الحمد لله. فلو في ناس من الغيابات اللي كانت متواجده في المباراه الاولى تواجدت في المباراه الثانيه، والمباراه هتبقى هنا في القاهره وقدام الجماهير المصريه كلها، اعتقد ان الوضع هيختلف جدا، وهيبقى النادي الاهلي عنده امكانيه كبيره ان شاء الله ان هو يعدي مازيمبي بسهوله باذن الله. مازيمبي هيبقى هو مازيمبي اللي لعب على ارضه كابتن؟ بالعكس، مش هيبقى كده بشكل كبير يا فاروق، لان الاهلي لعب الماتش الصعب، الاهلي لعب الماتش الاصعب في حاله ملعب وفي امكانيات ملعب بشكل كبير. بص انت ما بتخافش على الاهلي في الجزئيه دي، لان الاهلي بيعرف يتعامل في البطوله المفضله دي، يعني هو بيعرف يتعامل. والاهلي بص لو احنا كنا بنشوف صعوبه في الاوقات السابقه في المجموعات، الاهلي بعد ما بيعدي المجموعات دي يا فاروق وخلاص بياخد هي اصعب حاجه المجموعات، والسنه دي ما كانش صعب بالظبط. فخروج المغلوب يعني. خروج المغلوب عند النادي فرقه متعوداه، يعني هم متعودين الموضوع ومش فارقه معاهم اجواء ولا فاكره ولا في سفر ولا في كده، وانت ولا كنت ملعب ولا ضمن يعني. الكتيبه دي قبل كده، فانت ما عندكش مش شاغل بالك انت مش شاغل بالك ان هنلعب في ملعب سيء، في ملعب هي 90 دقيقه هتتقضى وهنطلع منها وهنيجي القاهره مرتاحين. الاهلي عمل الخطوه الاصعب، هنا مين هيكون موجود مين مش هيكون موجود؟ النادي الاهلي وراه جمهور يا فاروق بيعمل اي حاجه، جمهور النادي الاهلي بالظبط. انا بحس ان هو اخر حد بيعمل الاسيست بتاع الجون ده، يعني هو اخر حد بيعمل الباص اللي بيجي منه الجون ده، وانا بحس ان جمهور الاهلي كده قوه دفع رهيبه يا فاروق لمده 90 دقيقه بيفضل ورا فرقته لغايه اما ينجحها، ودي حاجه هتبقى يعني على النادي الاهلي. البطوله مقربه بشكل لازم جديد. ان شاء الله الاهلي يجيب جول بدري ولا الامور بالنسبه له السنه دي الماتشات دي دلوقتي ما فيهاش ده، يعني ما فيهاش اللي انت من بدري ما فيهاش ده، لا انت هتصبر جوه الجيم بشكل كويس جدا، لو ما جبتش بدري لان 0-0 دي مقلقه، يعني انت كمان انت مش عايز يجي فيك جول، والاهم ان انت بالظبط كده. فانت الصبر مهم، الصبر جوه الجيم مهم، والنادي الاهلي يقدر يخطف في اي وقت هدف واثنين، والاهلي لو جاب جول هيجيب تاني، الموضوع هيبقى في المتناول. يعني انت خايف على الاهلي في الكور الثابته بس، انا دي اللي بقلق فيها بالنسبه لمصر كلها، يعني انا بقلق في الكور الثابته لانهم عندهم اطوال كويسه وبيعملوا الكورنر بشكل كويس، هي دي الحاجه الوحيده اللي النادي الاهلي يعمل حساباته عليها، الكور الثابته بس هي اللي هتبقى مشكله. اما في التحضير وكده هي فرقه يعني عايزه تروح للجناب عشان والحقيقه خط هجوم النادي الاهلي ما شاء الله، حتى في غيابات اللي احنا قلنا عليها دي يقدر يعني يشتغل، يعني بوجود وسام، بوجود احمد عبد القادر، ورجع ان بس لو بيرجع بالزبط. طبعا يعني ان شاء الله خير. الزمالك يمكن موقفه زي ما زيمبي، ولكن مع دريمز يا كابتن هو موقف التعادل 0-0 على الارض، لان مباراه القاهره انتهت بالتعادل، فطبعا هيبقى في درجه صعوبه اعلى شويه. لكن برضو خلي بالك هو الفرقه الثانيه وهي بتلعب الزمالك هنا في القاهره بتبقى واخده حذرها شويه في الشق الدفاعي، وبتدافع اكتر وبتضيق المساحات وبتلتزم ان هي بتشتغل بضغط منخفض. لكن هناك ما اعتقدش الوضع هيبقى كده، هو برضه هيبقى حابب ان هو يهاجم عشان يقدر يحرز هدف، لان برضه لو النتيجه طالعه 0-0 هو مش نقولش ليه على الغيابات اللي عند الزمالك. الزمالك عنده طبعا غيابات، ما يكون عمر جابر مش موجود وفتوح مش موجود وزيزو مشكله كبيره. لكن برضه انا شايف ان الراجل جوميز ده بتاع نادي الزمالك بيشتغل بالامكانيات المتاحه في لاعيبته، لكن انا بشوف فرقه نادي الزمالك حاجه جديده ما كانتش بتحصل قبل كده. ايه هي يا كابتن؟ في التلت الوسطاني، وانا بتحرك من التلت الوسطاني للتلت الاخراني، الكره بتتحرك من تحت لفوق لتحت بلمسه واحده، لعيب زمالك ما كانتش بتعمل الكلام ده، وشفنا الكلام ده كتير جدا في المباراتين ثلاثه بالتحديد الاخرانيين دول، من اول دونجا لحمدي مثلا لو شيكابالا موجود، او زيزو او ناصر ماهر لما كان بيلعب في ماتشات الدوري
هي اللي سيف الجزيري اللي فتوح من على الطرف الشمال، والكره بتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتتحرك بلمسه واحده بشكل اسرع مما كانت بيلعبوا بيها قبل كده. كان بيبقى فيه بطء كبير في تحضير فرقه نادي الزمالك من التلت الوسطاني للتلت الاخراني. مين اللي غير البطء ده كابتن؟ هو جوميز. هو ده الكلام ده ما عملهوش غير في وجوده. مين؟ جوميز. لا انا بتكلم اللعيب اللي خلى المنطقه دي تتحرك كده بالشكل ده. دونجا. طبعا طبعا دونجا هو كويس هي الفتره الحته دي. لا هو بيعرف يستلم ويعرف. بص يا فاروق، الكره فيها عشان عدوى. عشان ايه يا كابتن؟ فهم الكره فيها عدوى. ايه مطلوب منه يعني؟ بص الكره فيها عدوى، فيها عدوى. انا مثلا لما رحت النادي الاسماعيلي ما كنتش اللعيب اللي اقدر مثلا العب من لمسه واحده ببطن رجلي والكره نازله، او احط بكعبي مثلا. انا كان في حاجات مثلا ممكن ارجعها بكعبي على الخط مثلا كده. اشوف اسف. فدي جت من 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 عينك اللعيبه اللي انت شايفها. انت بتشوف العجوز بيعمل كده، وفكر بيعمل كده، وفوزي بيعمل كده، اللي حواليك صح. فالتقليد. فالنهارده بقى في عبد الله السعيد وناصر ماهر، وبقى في لعيبه بتلعب معاك من لمسه واحده وبتجبرك ان انت تخرج مثلثات بالظبط. فاللعيب محتاج اللي حواليه يكونوا لعيبه بالشكل ده. صحيح. والاجانب عموما انت تشوف معاهم ده، لان في مناطق في اللعب يا فاروق هي عايزه كده. قانون الكره كده، ان هنا في التلت ده لمسه لمستين، في تغيير الملعب ثلاث لمسات، فده قانون في التاتش في الكوره محتاج. لو انا هكمل يعني، انا بعد اذن كابتن محمد، انا بشوف الماتش في مع نادي الزمالك مباراه سهله، مش صعبه. لو الزمالك هدي مباراه سهله جدا، مش صعبه. لان مش هتبقى كمان التكتلات الدفاعيه الكبيره اللي موجوده، ورجع زيزو كمان وفتوح ومن غير رجوعهم، من غير الرجوع يعني بتاعه طبعا. كمان انت عندك غيابات عبد الله السعيد بالظبط. انا بشوف كمان ان فتوح في شكل لعب نادي الزمالك مع الراجل ده في الحريه بتاع الدخول، لان برضو الاجانب عندهم فكره ان لعيب الطرف ممكن يخش يلعب في نص الملعب كلاعب نص ملعب ويعمل زياده مخفيه كده ما حدش ياخد باله منها. فالزمالك عايز زياده عشان يعرف يجيب جول، لان هنا في حاجات الصراحه ضاعت يا فاروق. كان يعني علامه استفهام الفريق الحقيقه اللي قدامهم برضو يعني مش ايوه فنيا مش حاجه كبيره، بس قدرات لعيبتك انت في مواقف محدده قدام المرمى وفي اهدار لفرص ما ينفعش ان يتم اهدار. كره حسام عبد المجيد طبعا انا مش هقارنه بدي بروين، طبعا دي بروين ده في قصه ثانيه. لما دي بروين جاب جول والمساحه ضيقه حطها فوق، حطها فوق. ايوه حطيتها فوق قوي، بس ما تحطهاش فوق قوي كده. هو حسام عايز يعملها كده في سقف الشبكه يعني؟ هو كان عايز يعملها بقى في سقف الشبكه. لا لا امال ايه؟ كانت قريبه جدا هي على هو لحق. مفيش الدنيا كان فيه زحمه قوي. هم متكتلين برده، كان بيلحق يا كابتن. ماشي. ودي بروين ما كانش بيلحق. هم متكتلين يا فاروق واحنا زايدين قوي. يعني هم متكتلين دفاعيا وهم زايدين، والزمالك زايد قوي في عدد، يعني عدد اللعيبه ملخبط. عدد كبير فعلا. انت عارف لو في هدوء في الموضوع بالظبط كان حد عنده خبره كان لا كانت هتبقى في مساحه ان انت تقدر تخطئ. انت زمايلك حواليك، برافو عليك. فرص الزمالك لو عددهم قليل فالمدافعين هيبقى عددهم قليل، بالتالي هيبقى في مساحات اللعيبه اللي تجي له كوره هيقدر يتصرف، لان في بعض الناس عشان جات له الكوره في زحمه. بعض الخبراء بيقولوا يعني ان الماتش ده اسهل من هنا بالظبط. انا متفق. ايوه عشان هم هيبقى في زي ما قلت لك في اريحيه في الشكل الهجومي. لا الزمالك هيكسب وهيكسب مرتاح، هيكسب مرتاح. طبعا نتمنى كده ان شاء الله. على الله يا رب ان شاء الله. عندي فقره نمبر 1 يا كابتن بناخدها دايما في نهايه الحلقه. هبتديها مع حضرتك كابتن محمد. كابتن ايمن، افضل لاعب في الاسماعيلي النهارده قدام الاتحاد كان احمد الشيخ ولا عبد الرحمن مجدي ولا محمد بيومي؟ عبد الرحمن مجدي، رغم ان احمد الشيخ عمل مباراه هايله. كابتن انا يعني انا عبد الرحمن انا مبسوط جدا بمستواه يعني، بس انا بشوف ان النهارده اللي كان جندي مجهول بشكل كبير جدا بيوم. طيب افضل لاعب في الاتحاد يا كابتن؟ بوتينج ولا مبلولو ولا مهدي سليمان؟ مبلولو. اتفق. مبلولو. ماشي. هو على فكره الكره الجول اللي جت كان هو عايز يحطها، ما بيلعبهاش بالعرض بالزبط. لا هو ما بيلعبهاش بالعرض. لا لا خالص. وفي يعني دور للعيبه فاروق، بس يعني هو كريم الدين لعيب لازم يعني ياخد حقه صراحه. يعني برضه بيشتغل شغل تكتيك جوه الملعب كبير جدا، ممكن تمام. الجمهور ما يبقاش واخد باله. تمام. لا لعيب كويس طبعا كريم جدا جدا. طيب افضل لاعب في الاهلي قدام مازيمبي من وجهه نظركم؟ مصطفى شوبير، احمد عبد القادر، وسام ابو علي. كابتن ايمن اتفضل. يا كابتن ايمن. انا بشوف احمد عبد القادر، لان عودته بعد مده طويله دي هو محتاج ثقه يعني يا فاروق. فهو عمل يعني عمل شغل كويس جدا، تخليه كمان ان هو في اللي جاي يقدر يشتغل باريحيه. كابتن انا بوافق كابتن ايمن، لكن انا رايي ان شوبير له دور اعلى، لان هو حافظ على نظافه شباك الاهلي. تمام. لا بتتمنى حصوله على فرصه مع النادي الاهلي في الفتره القادمه او في المباراه القادمه؟ متولي ولا كريستو ولا كريم الدبيس؟ كابتن ايمن محمد. انا بشوف كريم الدبيس عنده عنده قدره ان هو ممكن يشارك، لكن هو طبعا ما بيشاركش عشان علي معلول لو جاهز خلاص يبقى هو اللي بينه. وكده كده متولي نزل الماتش اللي فات فاخد الفرصه. لا انا شايف ان كريم الدبيس هو مين يا كابتن؟
انا ما بحبش اختلف مع كابتن محمد، بس كريستو، لان كريستو في لعيب في النادي الاهلي في نص الملعب مختلف. يعني اداؤه مختلف عن بعض والحاجه ما هي المنتظره كمان بالظبط. لا يعني انت كمان انت بتحب فاروق اللعيبه اللي تلعب تبقى مختلفه عن بعض، فهو لعيب عنده حاجه في الكوره بالظبط لازم نشوفها يعني لازم نشوفها محتاج يلعب بالظبط. طيب لاعب افتقده لنادي الزمالك الحقيقه في الماتش اللي فات، عمر جابر ولا زيزو ولا احمد فتوح؟ كابتن زيزو 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 فتوح فتوح نفس الشيء بالنسبه للنادي الاهلي او في الفتره الحاليه مش في الماتش اللي فات بشكل عام بقى بالنسبه للنادي الاهلي، امام عاشور، حسين الشحات، مروان عطيه. امام عاشور. امام كابتن ايمن. لا انا ياسر ابراهيم الاهلي عايز ياسر يبقى عايز سيرد حد ثالث خالص حد رابع خالص الاهلي محتاج في في الناحيه الدفاعيه سيرد باك يكون بتقل ياسر ابراهيم. شايف مين يا كابتن من اللاعبي القطبين نادي الاهلي والزمالك يعني انضم في الماتش اللي جاي بالنسبه للمعسكر القادم لمنتخبنا الوطني؟ ناصر ماهر ولا احمد عبد القادر ولا احمد حمدي؟ احمد حمدي انا بيعجبني اداؤه جدا جدا الفترات الاخيره اللي لعبها في نص ملعب نادي الزمالك كان فارق بشكل كبير قوي. اعتقد لو خد فرصه مع المنتخب وربنا وفقه اعتقد انه هيكون له دور. كابتن ثلاثه ثلاثة انضموا ياخد الثلاثة لان انت كمان ناصر ممكن يلعب وقت ما يقدر يعني ممكن ما يلعبش حاجات كتيرة بس برضو فكرة الاختلاف دي مهمة يا فاروق ان نوعية اللعيبة دي مختلفة عن اللي عندك. عبد القادر لعيب مهاري جدا واحنا شفنا له كرامات كتيرة فاروق لعيب مهاري وعنده سرعة وبيعرف يلعب على الجون وبيعرف يعمل اسيست لبره فعبد القادر انت برضو تستغل له وقت. أيوة ناصر نفس عبد القادر هيلعب مكان مين؟ مش انت بتتكلم معلش يعني يعني انا مثلا لما لاعب لعيب في سرعات عبد القادر ولا كده ولا لاعب مثلا الشامي الناحيه دي في ثلث ساعه او في ربع ساعه او في خمس دقائق انا بكلمك يعني افضل من الشامي قصدك كبديل بالظبط في وقت صغير يقدر يعمل لك حاجه مختلفه ونفس الكلام لاحمد حمدي ونفس الكلام لناصر ماهر. طيب لعيبه من خارج القطبين شايفينهم برضو يعني يخشوا يقدروا يخشوا المنتخب، عبد الرحمن البنوبي ولا حسام اشرف ولا اوفا؟ شفت البنوبي النهارده احرز هدفين جدا وجاب هدفين اعتقد البنوبي احسنهم. عجبني تحركه قوي يا فاروق يعني انت كنت فيرو كمان تحس الحاجات دي يعني الجونين اللي جابهم في الاسماعيلي والجونين بتوع النهارده في تحرك هو متحرك كويس قوي وشايفينه ودي حاجه برضو تحيي عليها مجد عبد العاطي ان انت لما تحس تحرك هجومي. يا سلام عليك حبيبي يا كابتن اتعلم منك طبعا تحس ان كمان دي حاجه متقاله يعني حاجه متقاله ان هي جابوا في الاسماعيلي كده وجابوا النهارده بنفس الشكل ده فتحيه لمجد عبد العاطي وتحيه للاعيب ده اللي هو كمان كان عنده شكل مع الداخليه كويس يعني اللي متابع البنوبي مع الداخليه ده ممكن استمر بالمنظر ده كابتن او بالشكل ده. انا عجبني في فكره تفكيرهم كمان عجبني ان كل الناس كانت فاكره ان زيد صرفه وهتبقى الموضوع ان هنجيب بقى مش عارف مين ونجيب مين ونجيب مين لا هم راهنوا على لعيبه واعده ودي لان هم مشروعهم الكبير في قطاع ناشئينهم هم هيخرجوا لسه شغالين عليه بالظبط هيشتغلوا يعني سنتين ثلاثه وممكن تلاقي القطاع ده مطلع لعيبه كبيره صحيح. يعني صحيح. فانا بحييهم جدا في الموضوع ده واللعيبه اللي محتاج يثبت نفسه ده شيء مهم جدا وانت بتقول ايه لعيبك كمدرب يعني بتقول له ايه عشان يقدوا كده هم النهارده في النواحي الدفاعيه في ارتداد وفي ناحيه هجوميه هم بيجوا عندهم حماس بيجوا بمعدلات جري كبيره حماس شديد جدا. كابتن محمد نورت شرفك يا كابتن حبيبي يا روح ربنا ان شاء الله دايما نشوفك على خير كده دايما وطبعا وجودي مع كابتن ايمن بيسري المكان صراحه نورت يا كابتن شفت الكابتن بيقول حاجات حلوه كتير عليك اهو. انا بص لا عايز اقول لك انا هو كقيمه يعني انا طبعا انا يعني ما كانش عندي الحظ اللي انا لعبت معاه يعني بس انا هو كقيمه لعيب كان في لعيبه بتعجبني في الجيل وانا كنت ممكن اقدر العب انا كنت بلعب في ثلاث حرب ساعتها يعني ففي لعيبه كده كانت بتاخد عينك كان في تكوينه الجسماني قوه شطه تمركزه التمركز بقى بتاع نص الملعب ده مهم جدا بقى ان هو كان هو ليبرو نص الملعب مارادونا كابتن محمد يا على قد يعني لا كان شكل لعيب كده كان يعجبك بشكل كبير غير ادائه بقى طبعًا. يعني ادائه كمان كان راقي جدا الصراحه طبعًا. طبعًا. مش محظوظين الحقيقه الاجيال دي الحقيقه بالظبط لان كمان مفيش حاجات متصوره ليهم كتير فاروق فدي والله واحنا كمان ما تصورش كتير برضه يعني برضه ما لحقناش الحمد لله نورت يا كابتن حبيبي شرفتنا يا كابتن ايمن وكابتن محمد بشكركم وان شاء الله كده دايما نبقى على خير دايما متجمعين ان شاء الله ان شاء الله هنكون معاكم بكره في حلقه جديده من بريمو اسبوع على خير.